على ايه اساس ابدا بدي اعمل التسجيل. هاي تسجيل شغال، بدأ تفضل استاذ. التسجيل، تمام. نقدم الاستاذ الخبير العالمي الاستاذ محمد جلال، اليوم بده يقدم لنا لقاء عن التعليم والتعلم عن بعد بواسطة تيمز. تفضل استاذنا، عم نتشرف بوجودك. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد جلال. سلام بحضرتك. مرحبا بك يا أستاذ. الشاشة الكمبيوتر عندي ظاهرة عند حضراتكم؟ ظاهرة. أي نعم، واضح. صحيح صحيح. معلش آسف، بس دقيقة واحدة. أستاذ محمد العرض واضح. تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا محمد، في البداية خالص الشكر والتقدير للأستاذ إياد ولفريق فلسطين، مكتب صوت الفلسطيني، على الدعوة الكريمة. شيء يشرفني طبعا أن أنا أكون موجود مع حضراتكم اليوم. نتشرف فيك دائما أستاذنا الغالي. دائما نفتخر أن في مبادرات طيبة في دولنا العربية بتساعد، ودائما يعني بتسعى إلى فكرة التطوير المهني والنهوض بالمعلمين في بلادنا العربية. أنا أخوكم محمد جلال، معلم لغة إنجليزية، مصري الجنسية، ولكني مقيم وبشتغل في دولة قطر في وزارة التعليم والتعليم العالي، باحث في مجال المناهج وطرق التدريس، معلم خبير ومدرب معتمد من شركة مايكروسوفت، وحاصل على عدة جوائز وسفير لبعض المنصات التعليمية. اليوم بإذن الله زي ما تفضل الأستاذ إياد هنتكلم على فكرة الريموت تيتشنج اند ليرنينج وذ مايكروسوفت تيمز، التعليم والتعلم عن بعد ولكن باستخدام برنامج مايكروسوفت تيمز. طبعا مايكروسوفت تيمز هو احد البرامج المنضمه مؤخرا لعائله مايكروسوفت، ولكن اثبت ان هو يعني احد افضل المنصات اللي موجوده، منصات التواصل على في الوقت الحالي او في العالم بشكل كبير جدا. مايكروسوفت تيمز موجود عباره عن 5 كورسات اساسيه على موقع مايكروسوفت، وأنصح وأرشح جدا أي حد من حضراتكم هيقدم على مسابقة المعلم الخبير يعني إن هو يهتم بالخمس كورسات دول ويكتسهم. 5 كورسات عبارة عن 10 ساعات تدريبية، كل جزئية فيهم بتتناول جزئية معينة، كل كورس بيتناول جزئية معينة في برنامج مايكروسوفت تيمز. ولكن اليوم بإذن الله إحنا السيشن بتاعتنا هنتطرق إلى ما هو أبعد من اللي موجود في الخمس كورسات، بحيث ان حضراتكم يكون عندكم خلفية كبيرة عن البرنامج. البرنامج زي ما قلنا هو احد منصات التعلم او منصات التواصل بيننا وبين طلابنا، بل ان كثير من المؤسسات والمنظمات في الوقت
في الوقت الحالي بدأت إن هي تستخدم مايكروسوفت تيمز كوسيلة تواصل يعني كأداة من أدوات الكولابوريشن في أي أورجانيزيشن في أي مؤسسة. ولكن دايما السؤال اللي بيطرح نفسه وإن شاء الله لو يعني في نهاية السيشن حضراتكم نتلقى الإجابات عليها، إيه اللي بيخلي أو ماذا يجعل منصة التواصل عبر الإنترنت فعالة؟ إمتى أنا كمعلم أو كفرد عادي أقول على منصة التواصل موجودة على الإنترنت إن المنصة دي فعالة وبالفعل المنصة دي بتخدمني أنا كأحد أطراف العملية التعليمية؟ إن شاء الله في خلال الشرح لو في أي أسئلة عند حضراتكم ياريت تكتبوها في المكان المخصص، وفي نهاية اللقاء إن شاء الله بنجاوب على جميع الأسئلة من خلال الأستاذ إياد، وإن شاء الله بنحاول نغطي أو نجاوب على جميع الأسئلة بإذن الله. اليوم هنتطرق إلى أكثر من جزئية. الجزئية الأولى وهي التعريف بالبرنامج، ما هو برنامج مايكروسوفت تيمز. تاني نقطة وهو التعرف على واجهة البرنامج والقوائم الرئيسية اللي موجودة في البرنامج، وهنتعرف أيضا على ممارسات متميزة باستخدام مايكروسوفت تيمز. لو أنا هستخدم مايكروسوفت تيمز مع طلابي أبدأ منين، أو إيه المفترض إن الحاجات اللي أنا همشي عليها مع طلابي بحيث إن إحنا نحقق أو نتوصل إلى تجربة تعلم عن بعد ناجحة بنسبة 100% بإذن الله. خلينا نتطرق إلى الجزئية الأولى، برنامج مايكروسوفت تيمز. البرامج المنضمة مؤخرا لعائلة مايكروسوفت 365 365، وهو يعتبر حل متكامل للدردشة والاجتماعات عبر الإنترنت. ذلك أيضا بيسهل عملية العمل الجماعي، لأن من خلاله أنا بقدر أشارك وبنقدر يبقى في كولابوريشن بيني وبين الزملاء في العمل باستخدام تطبيقات 365 بسهولة جدا. أيضا خلاله نقدر نستضيف مؤتمرات وفيديوهات ومؤتمرات صوتية زي اللي احنا متواجدين فيها اليوم من أكتر من دولة بفضل استخدام مايكروسوفت تيمز، وأيضا من خلاله بنقدر نشارك ملفاتنا ونعمل ورش ونعمل جلسات تدريبية. أحد أهم المميزات اللي موجودة في برنامج مايكروسوفت تيمز وهي أن احنا من خلاله بنقدر نعمل انتجريشن أو دمج بينه وبين أي تطبيقات أخرى سواء كانت في مايكروسوفت أو تطبيقات أخرى موجودة مع المنظمات ومع المؤسسات والشركات الجديدة اللي بدأت تتهاتف يعني على مايكروسوفت، وإن هي تعمل انتجريشن مع مايكروسوفت تيمز، لأن هم شايفين إن برنامج مايكروسوفت تيمز هو يعتبر هو يعني الرائد حاليا والمستقبل في موضوع التعليم والتعلم عن بعد، وأيضا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة بشكل عام. بالنسبة لنا مايكروسوفت تيمز زي ما حضراتكم شايفين هو موجود على الويب سايت، يعني لو كتبنا teams.office.com هندخل مباشرة على صفحة التيمز على البراوزر على الانترنت، وأيضا موجود على التابلتس على أي ديفايس على أي جهاز إلكتروني في الانترنت، طبعا موجود أبليكيشن منه على الموبايلات وموجود على الأندرويد وموجود على الآي أو إس، يعني موجود معانا في كل مكان أقدر أستخدمه على أي برنامج وعلى أي جهاز متصل بالإنترنت. زي ما حضراتكم شايفين ده الشكل العام، وأنا بستخدم الشكل العام ده يعني في شوية تغيرات، وقد تختلف الشكل العام من دولة إلى أخرى أو من مؤسسة إلى أخرى وفقا للفيرجن أو وفقا لل النسخة بتاع الخاصة بالتيمز، وأنا هبين لحضراتكم النسخة اللي أنا بستخدمها. هي أنا بستخدم أحدث نسخة من 365، فأحيانا ممكن نلاقي في اختلافات شوية، ولكن في المجمل العام طالما بنستخدم حساب ب 365 إذن نسبة كبيرة جدا من الفيتشرز من المميزات هنلاقيها مشتركة بيننا. ده الشكل العام لبرنامج مايكروسوفت تيمز زي ما حضراتكم شايفين، قسم إلى أكتر من جزء. الجزئية اللي على اليسار شركة مايكروسوفت سمتها المي سبيس. المي سبيس تقصد بيها المنطقة الخاصة بالمعلم، والمنطقة دي مش هتظهر إلا لليوزر فقط لصاحب الحساب فقط، يعني دي موجود فيها أيضا التيمز اللي هو مشترك فيها الفرق، وموجود فيها الإعدادات وموجود فيها الاجتماعات والشات والأكتيفيتي، يعني فيها كل الجزئيات الخاصة بصاحب الحساب. عندنا أيضا جزئية أخرى وهي الآب بار، هي المنطقة المخصص فيها
الابليكيشنز، هنلاقي فيها التيمز، هنلاقي فيها الميتينجز، هنلاقي فيها الفايلز، هنلاقي فيها الاسسمنت. وطبعا غيروا كلمه الميتينجز مؤخرا، خلوها كلمه كالندر التقويم. لاي ايضا عندنا منطقه اسمها الوي سبيس، من اسمها وي سبيس يعني معناها منطقه مشتركه بيني وبين جميع اعضاء التيم اللي انا فاتحه. يعني هنا مثلا جميع الاعضاء التيم اللي موجودين في لانجويج ارتست 101 كلنا شايفين نفس السبيس او شايفين نفس المساحه المشتركه ما بيننا جميعا. ايضا الشريط الشريط اللي هو التفصيلي، زي مثلا بفتح فايل جوه فايل جوه فايل، اذا ده المسار او الباث بتاعي اللي ماشي فيه التيم، وسموه الكلاس نافيجيشن او اللي هو يعني المسار الخاص به. طبعا اسم التيم بيكون مكتوب، وبعد كده كلمه او كلمه اي تشانل اخرى موجوده داخل التيم. التابس اللي موجوده، ودي انا بقدر اتحكم فيها، بيجي منها مجموعه افتراضيه حسب نوع التيم وحسب نوع الفريق، ولكن انا بقدر من علامه البلس، علامه الزائد اللي موجوده، اقدر اضيف اي تابس اخرى انا محتاجها، سواء ايضا في مايكروسوفت او خارج مايكروسوفت. دي المنصه او الجزئيه المخصصه التفاعليه اللي اي حاجه احنا شغالين فيها كتيم بتظهر وبتكون موجوده عندنا بنفس الشكل اللي قدام حضراتكم. طيب ايه المميزات اللي موجوده او الفيتشرز اللي موجوده عندنا؟ كلمه نشاط زيها زي اللي موجود عندنا في الفيسبوك او تويتر. كل النشاط اللي انا بقوم به او يعني تمت اضافتي الى فريق، تم تعليق عليا داخل فريق، بيكون ظاهر عندي في الاكتيفيتي. بعد كده التشات، ودي اقدر من خلالها ان انا اعمل تشاتنج او اعمل مراسلة مع اي طرف اخر موجود على التيمز. جميع الفرق اللي انا مشترك فيها بامكاني ان انا ادخل عليها بسهوله جدا من خلال هذا التبويب. زي ما قلت لحضراتكم تم تغييرها الى كلمه كالندر، فايلز الملفات، الاسسمنت الملفات، وعندي الستور كلمه مور لو انا حابب اضيف برامج اخرى، وعندي الستور التيمز، وفي الاخير لو انا حابب ان انا فيدباك او تغذيه رجعه ل شركة مايكروسوفت عن برنامج التيمز، بحيث ان انا لو عندي افكار او عندي مقترحات لتطوير البرنامج بشكل يتناسب مع شغلي، او ان انا شايف حاجة مش موجودة او بتمنى حاجة انها تكون موجودة في برنامج مايكروسوفت تيمز. ببساطة ده الشكل العام لبرنامج مايكروسوفت تيمز، وان شاء الله هنشوف مع الجزء العملي على البرنامج، وفي اكتر من جزئيه ان شاء الله نتناولها على حسب وقت حضراتكم. طبعا اللي معاه مصابين حولوه على الحجر. الجزئيه الاولى وهي خاصه بالانونسمنت، الاعلانات، ازاي ان انا اعمل اعلان مميز لطلابي واقدر اتحكم في الاشعارات الخاصه بي، وان انا ايضا ان انا احوله من اعلان عادي لاعلان مهم لطلابي. أولها بإذن الله هي فكرة عمل الأسسمنت، الواجبات، إزاي أعمل إسناد، وإزاي أعمل جريدينج للأسسمنت، وإزاي أنا أعمل إكسبورتينج فور، يعني أن أنا أعمل تصدير للسكورز الخاصة بالواجب اللي أنا أسندت للطلاب. ثالث حاجة المايكروسوفت بلانر، وهو تخطيط الدروس. رابع حاجة معانا فكرة الإميرسيف ريدر، القارئ الذكي، إزاي أن أنا أعمل ان انا فعل فكرة القارئ الذكي لطلابي، ازاي نعمل اجتماع تسمى اداة الانسايتس، وهي اداة خاصة بمتابعة اداء الطلاب. خلينا ننتقل الى التيمز، بس انا هنا للأسف ان انا فاتح من عندكم، فبالتالي التيمز الخاصة بي اللي انا مشترك فيها الخاصة بالوزارة مش هتكون موجودة. حتى للأسف أنا مش هقدر أشتغل على التيمز هنا ولا أعمل تيمز. اسمحوا لي أستاذ إياد، معايا أستاذ إياد السوقي؟ معايا
ايوه استاذ محمد. اي انا انت بتدرس على الماسنجر؟ انا مش هعرف اشتغل على التيمز قدامك، لان التيمز انا مش بتاعي، انت فاهمني؟ يعني انا هنا صحيح. مش متحكم في التيمز، ولا اقدر اعمل فريق جديد، ولا اعرف اشتغل عليه. فاستاذنك بس انا تدوني دقيقتين اتنين هحول على التيم وارجع اشترك، ادخل معاكم تاني. لو الحساب اللي مع اللي من مؤسستنا تستخدمه ما انا هدخل تمام. بيه. تمام، فبس انا اعطيني اوكي دقيقتين اتنين. تمام، ولكن انا اوكي عايز رابط الاجتماع. تمام اعطيني رابط الاجتماع. هسه ببعث لك اياه على الماسنجر. خلاص ماشي يا استاذ، دقيقة واحدة بس وافصل وادخل من عندي. ماشي ماشي يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بالجميع. في مس مي محمود معنا من مصر. في مجاوب شفتها. أهلا وسهلا فيك. أستاذ إياد، في الأنت عبير رفع يده، تفضل مس عبير. أستاذ إياد دقيقة، في شغلة بعالج فيها سبب. طيب ماشي. بس تسوي ايش فيه من جديد؟
تختار أستاذ إياد الياس زمان عنها تطلع. زمان كثير عنها تطلع كثير كثير. السلام عليكم. الو. السلام ورحمه الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاستاذ اياد بس كان بعت لي رابط رابط الفريق مش رابط الاجتماع. لوم على الاستاذ اياد بقى. لا بسيطه من الاشكاليات هذه اللي قاعده بتصير حاجات بسيطه ولا حاجه. يلا يلا. الله يهمك الله يعطيك العافيه يا رب. فزي ما قلنا ان شاء الله ان هنتناول بس مشاركة الشاشة من عندك بس اتوقع هنتناول اكتر من جزئية. اول حاجة الاعلانات الانونسمنت الاسسمنت البلانر الاميرسيف ريدر والميتينجز واداة الانسايت باذن الله. خلينا نبدأ بشكل مباشر ونبدأ في التيمز مع اول خطوة معانا. ده برنامج مايكروسوفت تيمز الخاص اللي احنا شغالين عليه وهو اصدار 365. فزي ما قلت لحضراتكم على اليسار في الاكتيفيتي في الشات في الكالندر في الاساينمنت وفي كلمة التيمز والابس والهيلب اللي هي ضيارت من كانت فيدباك لهيلب. ده الشكل العام لمايكروسوفت تيمز اللي احنا شغالين عليه وده الاصدار اللي انا شغال عليه. لو حد من حضراتكم حابب يعني اصدار آخر تحديث اللي هو بتاريخ 9/6 سنة 2020 وزي ما حضراتكم شايفين ده شغلنا مع طلابنا ودي الصفوف اللي احنا شغالين عليها. خلينا نبدأ بشكل مباشر مع ده صف انا شغال عليه للتدريب. انا خلينا نبدأ مع اول جزئية وهي ازاي ان انا اعمل announcement او ان انا اعمل اعلان مميز لطلاب. زي ما حضراتكم شايفين انا بفتح التيم. قبل ما نفتح التيم احنا عندنا اكتر من نوع من التيم. يعني لو عايز اعمل فريق عندي اكتر من نوع علشان ابدأ. بضغط على كلمة join or create a team بيطلع لي اربع اختيارات. بمجرد ما اضغط على create a team بضغط عليها بيطلع لي اربع اختيارات. اول واحدة من اليسار كلمة class. لو انا حابب ان انا اعمل تيم لطلابي ودي بيكون فيها مميزات مش موجودة في البرامج او في النوعيات الاخرى. لذلك يعني يفضل من حضرتك لما تيجي تعمل تيم تكون عارف انت بتعمله ليه. لما اعمل تيم لطلابي غير ما اعمل تيم لزمايلي في القسم. تاني حاجة معانا اللي هي البروفيشنال ليرنينج كوميونيتي او البي ال سي هو خاص بالمدرسين. هنا انا اقدر اضيف يعني مؤسسات من شركات مختلفة من حاجات مختلفة. يعني بامكاني ان انا مثلا يكون في كولابوريشن بيني وبين اي منظمة اخرى. كلمة staff لو انا حابب ان انا اعمل تيم او فريق للقسم بتاعي داخل المدرسة او قسم معين داخل المؤسسة فبالتالي ده هيكون مفيد جدا لان الفيتشرز اللي موجودة في كل واحد من الاربعة بتختلف عن الاخرى. الاذر اللي هو لو انا عندي كلاب او ستادي جروبس او افتر سكول اكتيفيتيز لو انا عندي حاجات خاصه بالانديه او بالانشطه. لذلك الاختيار الرابع هو اللي هيكون الاختيار المناسب. طيب ليه احنا عاملين ما يكونش واحد فيه كل المميزات؟ لا مايكروسوفت تيمز مايكروسوفت فصلت ما بين الاربع انواع بحيث ان هو كل نوع يكون متخصص في حاجه معينه علشان المستخدم ما يتوهش يعني ما يكونش عنده حاجات متداخلة مع بعضها. لذلك احنا لما نشتغل مع طلابنا هنبتدي نشتغل من كلمة class. بمجرد ما اضغط على كلمة class بيبدأ يقول لي اكتب اسم الفريق. فانا لو كتبت مثلا صف جي 12 بعد كده عندي في الديسكريبشن الوصف. انا هنا بامكاني ان انا اكتب وصف للفريق لان بعد كده بمجرد الوقت بمجرد يعني ما يكون شغلي عدى عليه سنة ولا اتنين ولا تلاتة التيمز هلاقيها عندي كتيرة جدا فبالتالي انا ممكن اتوه. فمن كلمة الديسكريبشن انا ممكن اكتب اي وصف يناسبني او مثلا
أعلم أو أكتب يعني كلمة تدل أو يعني تديني دلالة على اسم الفريق. بضغط على كلمة نيكست بينتقل إلى الخطوة الثانية، وهي أن أنا بضيف كلمة students طلابي أو بضيف teachers أو بضيف مدرسين. أحيانا كنا بنلاقي فريق لكل صف في المادة، يعني اللغة الإنجليزية له فريق، اللغة العربية له فريق، وأحيانا بيكون تيم واحد باسم الصف، صف 12 واحد، وبيكون فيه channels فيه قنوات، فبالتالي أنا لازم أضيف كل المعلمين اللي بيدرسهم الصف في نفس الفريق. لذلك هنا أنا بإمكاني أن أنا أضيف اسم الطالب، ممكن أضيفه بأول حرف من اسمه سواء بالعربي أو بالإنجليزي، ولكن يعني إيه أكون منتبه أن أنا لو أنا في مؤسسة 365 في قطر، إذن هيطلع لي كل اللي اسمهم بيبدأ بحرف الميم، سواء مدرسين سواء مدرسات سواء طلاب أو معلمين، لذلك أكون حريص جدا. وفي إضافة عملية الإضافة يفضل أن أنا تتم الإضافة باستخدام الإيميل الشخصي، الإيميل اللي هو الخاص بالوزارة وليس بالأسماء، لأن الأسماء ممكن يكون فيها اختلاف شوي أو ممكن يكون فيها تشابه. التيتشرز نفس الموضوع، هضغط على كلمة تيتشرز وأضيف اسم، أكتب أول حرف هيطلع لي اسم المدرسين اللي موجودين معايا، وبالتالي أنا أقوم بالاختيار. برضو انتبه يعني هنا دي محمد ده طالب جاي لي مع اسم مدرس، لذلك لما بكتب حرف الميم سواء في الستودنتس أو في التيتشرز بيطلع لي كل الاسمهم بيبدأ بحرف الميم. لو أنا مش محتاج الخطوة دي دلوقتي وأنا واحد من الناس كمعلمين إن أنا لسه بعد الفريق بتاعي وبعد كده إن شاء الله هبتدأ عملية الإضافة، بحيث إن طلابي يدخلوا يلاقوا الحاجة جاهزة، ما يدخلوش يلاقوني لسه بعمل ولسه بعد شغلي مع على الفريق. لذلك أنا ممكن أعمل لها تخطي سكيب، وإن أنا بعد كده ممكن أضيفها في أي وقت. زي ما حضراتكم شايفين أنا عندي كلمة البوستس اللي هي تعتبر الصفحة الهوم اللي أنا بشتغل عليها، وبتكون موجودة مثلا معايا في الفيسبوك، الصفحة الهوم اللي بيطلع فيها كل شغلي وكل النشاط اللي أنا بعمله مع الجروبس أو البيجز أو الفريندز اللي أنا مشترك معه. الفايلز هي الملفات الخاصة بي اللي أنا إن شاء الله سأقوم برفعها لطلابي. وعندي كلمة الكلاس نوت بوك. كلاس نوت بوك يعني هي عبارة عن الدفتر الورقي اللي احنا بنتعامل بيه مع طلابنا، وبيكون مقسم الى اكتر من جزء. يعني انا مثلا في اللغة العربية او في اللغة الانجليزية لما نطلب من طالب دفتر بقول له يعني بعد 20 صفحة قسمه لجرامر لبوكاب، نفس الكلام باللغة العربية هنا موجود معانا في مايكروسوفت تيمز ولكن بشكل ديجيتال بشكل الكتروني. طبعا هنا انا بعمل لها سيت اب من اول وجديد، يعني اعمل لها تسطيب، يعني ان انا بقوم بتهيئة النوت بوك الدفتر الالكتروني. هنا انا ممكن اضيف سيكشنز، يعني زي ما حضراتكم شايفين طبعا دي ترجع لطبيعة كل مادة، بحيث ان انا كمعلم ان انا يكون عندي جميع الاقسام اللي انا بشتغل عليها مع طلابي عادي. انا لو ما ضفتهاش دلوقتي ممكن اضيفها بعدين، وبعدين بضغط على كلمة create يبتدي يعمل لي getting أو to starting my class notebook، يخليها لي جاهزة، ودي بتاخد بعض الثواني أو دقيقة ولا حاجة. ننتقل للجزئية اللي جنبها وهي كلمة assessment. خلاص هي بدأت بالفعل اشتغلت اهي. طبعا صفحة ترحيبية بالكلاس notebook، ولو ضغطنا على السهم هيبتدي يفتح لي الأجزاء المخصصة لي اللي موجودة داخل الدفتر. صفحة الويلكم وهي تهنئة ترحيب بطلابي، وهنا أنا بكتب لهم تعليمات مثلا زي ما أنا حابب، يعني دي بترجع لطبيعة كل مادة أو لطبيعة يعني المعلم مع طلابه. الكولوبريشن سبيس اللي تحتها مباشرة هي منطقة من اسمها كولوبريشن، يعني منطقة تعاون. منطقة تعاون يعني أنا وطلابي وجميع أعضاء الفريق بنتعاون في هذه المنطقة ونقوم بالكتابة بشكل تعاوني مع بعض. يعني أي شيء أنا بكتبه كمعلم أو طلابي بيكتبوه كلنا بنكونوا شايفين ومنكون شايفين ومن كلنا متعاونين مع هذا الجزئية.
السكشن الثاني وهو الكونتنت لايبراري او مكتبه المحتويات. هنا انا كمعلم بقوم بوضع يعني نقول ريسورسز، بوضع مواد تعليميه لطلابي، ولكن طلابي غير قادرين على الاضافه. اذا انا كمعلم انا الوحيد اللي انا قادر هنا ان انا اشتغل. بعد كده طبعا انا مش ضايف طلاب هنا، لو انا ضايف طلاب هيطلع لي اسماء الطلاب، زي مثلا لو فتحت مثلا هنا صف عندي وفتحت الكلاس نوت بوك هيطلع لي اسماء طلابي موجودين الدفتر او باسم طلابي انا وهذا الطالب فقط اللي بنكون يعني شغالين عليه وبنكون شايفين اللي موجود داخل هذا الصف. هذا الدفتر زي ما حضراتكم شايفين اهوت دفتر باسم كل طالب، يعني اول دفتر باسم علي، باسم احمد، احمد، اذا انا واحمد اللي شايفين الدفتر ده بس، يعني ما فيش حد من زمايله مشترك معانا ولا شايف الدفتر. بعد كده ننتقل الى حاجه اسمها الاساينمنتس. الاساينمنتس هي الواجبات. الواجبات، والواجبات بتنقسم الى ثلاث اجزاء او ثلاث انواع. كلمه درافتس، درافتس اللي هي انا واجب عملته ولم اقوم باسناده لطلابي. اذا انا واجب انا قمت باعداده او قمت به يعني عملته وبدات ان انا اشتغل عليه ولكن لم اقوم باسناده لطلابي. إذن أنا هنا لسه ما عنديش أي من الدرافتس خالص. كلمة assigned، assigned معناها إن أنا قمت بعمل واجب وقمت بإسناده لطلابي، يعني بعد ما عملت الواجب تم إسناده لطلابي زي ما هو موجود قدام حضراتكم كده. ده الواجب فعلا كان مسند لطلابي، مكتوب التاريخ اللي يسلم فيه 14/5 والتاريخ اللي موجود، وزي ما حضراتكم شايفين على اليمين 15 من 15 turned in، يعني معناها ان 15 طالب من اجمالي 15 طالب قاموا بحل الاختبار وتسليمه. وتحتها كلمة zero reviewed، يعني معناها عدد المراجعات اللي انا قمت بعملها لهذا الاختبار صفر، يعني انا لم اقم بفتح هذا الاختبار وانا سايبه يعني سايبه فترة لحد ما نخلص التدريب والشغل. مكتوب لي هنا زيرو، يعني أنا لم أقوم بمراجعة هذا الاختبار أو تصحيحه بالمرة. فده السكشن الثاني وهو كلمة الأساين. بعد كده كلمة الجريدد، جريدد يعني أنا واجب عملته وأسندته لطلابي وطلابي قاموا بحله وأنا قمت بتصحيحه ورجعت الفيدباك لطلابي. يعني أنا هنا موضوع واجب منتهي بجميع الأركان وبجميع المراحل الخاصة بي، وبتلاقي زي ما حضراتكم شايفين على اليمين معلم بعلامة الصح الزرقاء، يعني خلاص الواجب ده منتهي تماما. وبيكون طبعا هنا العنوان أنا يعني أنا بعدله أو إن أنا بكتبه في البداية زي ما أنا عايز. إذا دول التلات اختيارات اللي موجودين أو التلاتة سكشن اللي موجودين في الأسسمنت، وتحتهم كلمة كرييت لو أنا عايز أبدأ من جديد. عندي أيضا لو أنا بعمل لو أنا عملت تيم على 365 وجنب كلمة الأسسمنت ضافوا حاجة جديدة اسمها الجريدز. الجريدز بيظهر لي فيها أداء ومتابعة طلابي في جميع الاختبارات، يعني أنا بطلع لي جميع درجات طلابي بشكل يعني زمني بتسلسل زمني من الأحدث للأقدم، يعني ده آخر اختبار واللي قبليه. وبيتم زي ما حضراتكم شايفين يعني بكون شايف مراية كاملة لجميع درجات طلابي، وبإمكاني من ملف الإكسل لكلمة Export to Excel اللي موجودة على اليمين فوق إن أنا أعمل تصدير للملف ده كامل في ملف إكسل ويقوم باستخدامه مع يعني إيه مع إدارة المدرسة أو زي مع أولياء الأمور أو يعني الجهة المختصة. وهنا بنلاقي إما أرقام زي ما حضراتكم شايفين او كلمة returned. returned هنا معناه ان الطالب ده محل في الواجب ولكن انا قمت بارجاع الواجب المرة اخرى للطالب بالاجابات الصحيحة. طالب انا اسندت له الاختبار ولكنه محلوش، يعني ما سلموش في الوقت المحدد وما قامش بحل الواجب. الواجب جالي ان الطالب ده محلش، بعد التصحيح اكتشفت ان الطالب محلش، فالواجب بيرجع تاني للطالب بالحلول النهائية، ولكن أنا بتكتب لي هنا كلمة returned علشان أعرف إن الطالب ده غائب في الاختبار، يعني لما يقوم بحل الاختبار. هنا في أدوات تانية أنا ضايفها زي تقارير الأداء وهي أداة Insights وروابط الدروس، ودي إن شاء الله نشوفها مع بعض.
خلينا نروح للصف الافتراضي للتدريب ونبدا مع اول جزئيه وهي الخاصه بالاعلانات وازاي ان انا اعمل اعلان مميز لطلابي من خلال مايكروسوفت تيمز. عندي تحت خالص في التيم زي ما حضراتكم شايفين بيقول لي هنا start a new conversation. طيب add to mention someone. انا بمجرد الوقوف في هذه الخانه والضغط على ايقونه حرف الA بتبدا تفتح معايا الصفحه بالشكل اللي قدام حضراتكم علشان ابتدي اعمل اعلان لطلابي. لو انا عايز اكتب مباشر مش اعلان يعني بمجرد كتابه عاديه او بوست عادي زي اللي فوق كده كلمه رابط الحصه فبكتب مباشر هنا واشتغل على طول. لكن انا عايز اعمل اعلان هلاقي من الايقونه دي عندي اختيارين اثنين كلمة new conversation محادثة وهي اللي بتجيلي بشكل افتراضي لكن انا عايز اعمل اعلان هختار كلمة announcement. هختار announcement. استأذنكم بس المايك. لما اختار كلمة announcement هتبتدي تفتح معايا صفحة خاصة بالعنوان. خليني على سبيل المثال ان انا هكتب درس اربعة مثلا 18 يونيو. طيب انا هنا بقى عندي مجموعة متنوعة من التنسيقات اللي انا ممكن كمعلم استعين بيها علشان اخلي شكل الاعلان بتاعي لطلابي مميز. طيب واحد من الناس يقول انا مش عجباني الخلفية اللي موجودة ورا الكلام يعني الخلفية الزرقاء الفاتحة ديت او اللون ده مش عاجبني. انا بامكاني ان انا اغير الالوان. عندي على ايدي اليمين اختيارين اتنين خاص بالكلر. لو انا ضغطت عليه يبتدي يديني مجموعة من الألوان وهي دي حاليا المجموعة المتاحة من شركة مايكروسوفت وموجودة داخل مايكروسوفت تيمز. يعني هي مجموعة من الألوان الأساسية اللي أنا ممكن أتنقل من خلالها واختار اللون اللي يناسبني. طيب أنا واحد من الناس أنا ما بحبش الألوان أنا عايز مثلا صور جنبها مباشرة كلمة select a background بمجرد الضغط عليها هيديني two options اختيارين اتنين. الاختيار الاول هو خاص ب choose an illustration. هنا انا ببتدي ينقلني الى صور افتراضيه داخل مايكروسوفت تيمز اختار منها. طيب لو مش عجباني انا بامكاني اعمل upload an image بمجرد الضغط عليها هيبدا يفتح لي الجهاز اللي عندي بامكاني ان انا اختار اي صوره من داخل الكمبيوتر واعمل لها ارفاق وبتتحول على طول بتكون هي خلفية الكلام اللي عندي. طيب واحد بعض الناس يعني انا واحد من الناس ما تفرق معايا او الصورة لكن عشان كده انا بدخل دايما على choose an illustration وبستخدم الصور الافتراضية اللي موجودة داخل التيمز. عندنا اربع ثلاث اختيارات رئيسية. كلمة general هي مجموعة من الصور الافتراضية اللي تنفع او ممكن تمشي مع حاجات كتيره جدا زي ما حضراتكم شايفين الصور كتيره اهي. طيب انا لو دي مش عجباني هدخل على حاجات تخصصيه شويه من كلمه classes هلاقي مثلا حاجات خاصه بالكيمياء حاجات خاصه بالرياضيات حاجات خاصه بالفيزياء يعني حاجات قدر المستطاع هي موجوده. ولو صورتي مش موجوده او الكلاس بتاعي مش موجود اذا انا ممكن اشتغل على upload an image. وهنا برضو صور مختلفة للكلابس والاكتيفيتيز والسبورتس. طيب انا عادي ان انا اختار بقى حاجة يعني تتناسب مع الدرس فانا اختار الشكل ده واضغط كلمة دن. نلاحظ حضراتكم ان الصورة تم تغييرها او الخلفية تم تغييرها لتكون بالصورة اللي انا اخترتها. بعد ذلك هنلاقي عندنا كلمة اد اصاب اللي هو السب تايتل او العنوان الفرعي. انا مثلا كتبت عنوان عام اللي هو درس اليوم لطلابي اذا لابد درس اليوم هيكون لاسم. انا مثلا هكتب جرامر هكتب ااا
principle المضارع البسيط. اذا ده العنوان اللي موجود داخل اللي موجود معايا، وهو بيكون عنوان فرعي داخل الفريق، بحيث ان داخل التيم وداخل الاعلان علشان طلابي يعرفهم العنوان بيتكلم عن ايه. السلام عليكم. طيب بعد كده انا هنتقل الى كتابة الكونتنت او المحتوى الخاص بالاعلان اللي انا شغال عليه. مثلا انا هكتب هنا، بامكاني طبعا ان انا اكتب اتنقل بين اللغة العربية واللغة الانجليزية كما يشاء لي، يعني براحتي خالص. كنت الت وشيفت يمين والت وشيفت يسار. انا اكتب مثلا مرفق الاطلاع على طبعا هنا انا بكتب يعني زي ما حضرتك يتراءى لك، ده نص الكونتنت الخاص بيك بالدرس، براحتك يعني هنا بتكتب اللي انت شايفه مناسب او طبيعة الدرس او طبيعة المادة. ده بس اللي انا بعمله يعني حاجة على سبيل المثال، على سبيل المثال وليس الحصر. طيب انا هنا واحد من الناس انا بحب انسق واخلي شكل الكونتنت بتاعي شكل مميز لطلابي. عندي فوق مجموعة من متنوعة من التنسيقات، وهي يعني انا شايف ان هي تكفي بالغرض او تكفي ان انا اقوم بتنسيق اعلان لطلابي داخل التيمز. يعني مثلا انا كلمة مرفق لو انا عايزها بالخط البولد او الخط السميك، اقوم بتحديدها واقوم بالضغط على ايقونة حرف البي البولد يعني، او اضغط على كنترول بي هيتم تغييرها بالخط السميك. كلمة اليوم لو ضغطنا عليها وعايزين نخليها بالخط المائل، اما اضغط كنترول اي او اضغط على حرف الاي اللي موجود قدامي هيكون حرف الاي، تتغير بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بخط مائل. كلمة فيديو مثلا لو انا عايز احط تحتها خط، اضغط على ايقونة حرف اليو اندرلاين او كنترول يو. لو في ناس بتشتغل بالكيبورد بشكل اسرع زي حالاتي، يعني الكيبورد شغالة بايديها الاثنين، فبالتالي الاختصارات هتكون مفيدة جدا لها. كلمة الواجب عايز احط يعني شرطة في النص كده، اضغط عليها كلمة حرف الاس اللي موجودة علشان تعمل لي شرطة في النص. طيب الخط اللي قدامي ده كله انا عايز اغير الالوان اللي موجودة فيه، يعني الالوان دي مش عجباني. عندي الهايلايتس التكست هايلايتس، بمجرد ما اضغط عليها هيبدأ يديني اختيارات او الوان موجودة. انا مثلا عايز اغير اللون اخليه اللون الازرق، ومجرد الضغط على الخلفية اللون بدأت تتغير معايا الخلفية زي ما حضراتكم شايفين. طيب مش عاجبني اللون ده، انا هختار لون تاني اللون الاصفر. مش عاجبني اللون ده انا هرجعه ابيض تاني، هضغط على اللون الابيض رجع معايا اللون الاصلي. طيب انا لو عايز اغير لون كلمة، لون الفونت نفسه مش لون الخلفية، كلمة مثلا كلمة فيديو انا عملتها بالبولد وحطيت تحتها خط، ويعني مهمة جدا ليا احط كمان اغير لونها باللون الاحمر. اذا تغير اللون باللون الاحمر زي ما حضراتكم شايفين، مرفق لكم درس اليوم وكلمة فيديو موجودة باللون الاحمر. مش بس كده، انا ممكن كمان ان انا اغير حجم الخط مجرد الضغط وتحديد الكتابة اللي موجودة، وعندي الايقونة اللي موجود عليها حرفين الاي المكررين او الفونت سايز، ومجرد الضغط عليها هيطلع لي ثلاث مقاسات مختلفة من نوع الخط. كلمة لار زي ما حضراتكم شايفين الخط او التكست اللي انا كاتبه حجمه بقى اكبر. خلينا نجرب الميديوم، خط اصغر شوية او متوسط، سمول خط صغير جدا ولا ينصح به طبعا مع طلابنا. دايما انا بحاول التزم ما بين لارج وي الميديوم بحيث ان الطلاب يكونوا يعني شايفين الكلام، لان نسبة كبيرة من طلابنا بيستخدموا الموبايل في التصفح او في الدراسة، لذلك الخط الكبير هيكون مفيد جدا. عندي ايضا هنا مجموعة من الخطوط، ودي المتاحة فقط، ولكن هي هتكون اوضح على اللغة الانجليزية من اللغة
العربية. يعني اللغة العربية مش هتفرق قوي، لكن في اللغة الإنجليزية هتكون واضحة. عندي أيضا مجموعة أخرى من التنسيقات أنا ممكن أستفيد بيها مع طلابي، لو أنا مثلا حابب أن أنا أحرك النص ده ناحية اليمين شوية، وجاي لي بيجي لي افتراضي ناحية اليسار على أساس أن أنا بكتب باللغة الإنجليزية، ولكن أنا بإمكاني من الأيقونة اللي موجود عليها الخطوط وعلى اتجاه اليمين واليسار، بإمكاني أن أنا أغير أحرك الكلام اتجاه اليمين أو أرجعه اتجاه اليسار، يعني زي ما أنا حابب أغير النص زي ما حضراتكم شايفين ما بين اليمين وما بين اليسار. عندي أيضا أنا لو حابب أن أنا أعمل تعداد نقطي، يعني أنا عايز أعمل نقاط، يعني أنا بعدد لطلابي وأقول له مثلا درس اليوم يتناول النقاط التالية: 1، خلاص أنا هضغط على كلمة البولتس ديت أو النقاط، هيطلع لي نقاط، هبتدي أكتب أي كلام، بست أضغط إنتر هيجيب لي ثاني نقطة ثانية. طيب أنا مش هجيب لي النقاط وأنا بدي تعليمات لطلابي وعايز أقول له 1، 2، 3، إذن أنا هضغط على كلمة numbers اللي هي الأرقام وهيطلع لي 1، أكتب مثلا طبي وبعد كده إنتر وأكتب. هنا بإمكاني أن أنا أعمل نقاط أو أرقام، أن أنا أعمل يعني مجموعة من الانستراكشنز أو من التعليمات لطلابي على حسب ترسي. خلصنا الكلام ده كله، عايز اعمل بقى يعني ايه كوتيشنز، عايز اعمل نص كده او جملة احطها بين اقواس بحيث ان هي تكون على هيئة اقتباس، اضغط عليها وحددها، وعلامة الحرفين الواو اللي هم موجودين باللغة يعني الايقونة ديت هضغط عليها زي ما حضراتكم شايفين، خدت تنسيق وخدت شكل مختلف عن ما قبل. وانا شغال عادي، اي خطوه حبيت اتراجع عنها زي ما كنت شغال على الباوربوينت او على الوورد او على اي برنامج او حزمه من 365 او من الاوفيس بشكل عام، اذا انا كنترول زد بتراجع عن اي خطوه انا بعملها. الحاجات المهمه جدا 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 هنا معانا ايضا روابط وفكره الهايبر لينكس اللي انا ممكن اضيفها داخل التبويب معايا استاذنكم الصوت بس. لو انا عندي لينك الفيديو او عندي رابط ان انا حابب ان انا اضيفه لطلابي، خلينا مثلا ناخد الرابط ده على سبيل المثال، اي رابط يعني، بامكاني ان انا في اكتر من خطوه. الخطوه الاولى ان انا هعمل له كنترول في، او خلينا نتراجع، او ان انا اعمل له كليك يمين واعمل له لصق، هيبتدي يتنسخ معايا الرابط وهيكون موجود بشكل مباشر جدا، يعني انا ما هتعب في اي شيء. الاختيار الثاني او الاوبشن الثاني اللي انا ممكن استعين بيه ان انا من علامه المشبك اللي موجوده فوق دي اللي اسمها insert link، تمام، اضغط عليها هيبتدي يقول لي لو انا مثلا مش عايز الرابط الكبير ده وعايز اقول له مثلا اضغط هنا للدخول الى مثلا الى الموقع او الى مشاهدة الفيديو، فانا هكتب التكست اقول له يا قوم هنا بكلمة الادرس، او ان انا اقوم بنسخ رابط اللينك اللي انا عايز الطالب يدخل عليه واضغط كلمة insert. زي ما حضراتكم شفتم ان هنا كلمة الرجاء فتح الرابط هي بقت هايبر لينك، بمجرد الطالب ما يضغط عليها هينتقل بشكل مباشر الى اللينك اللي انا عايز طلابي يدخلوا عليه. طيب انا مدرس رياضيات مثلا وحابب ان انا اعمل جدول لطلابي، او مدرس لغه عربيه، او ايا كانت الماده اللي انا بدرسها وعندي معلومات، عندي كونتنت مرتبط بالدرس عايز اعمله في جدول بحيث ان طلابي يستعينوا بالجدول. انا بتكلم مع حضراتكم وبنشرح الفيتشرز ديت على اساس فتره التعليم عن بعد الطالب من حقه، تمام، ياخد درس متكامل زي اللي موجود داخل الحصه الدراسيه. اذا احنا وهوري حضراتكم نماذج من اللي احنا اشتغلنا عليها مع طلابنا هنا،
إذا أنا كمعلم بإمكاني أن أنا أستفيد من كل المميزات اللي موجودة داخل البرنامج. أنا عندي علامة الجدول، أدي الجدول insert table، ونلاحظ أن إحنا لسه موجودين في النص على حسب الإزاحة اللي إحنا عملناها للنص الأول. أنا بإمكاني هنا أن أنا أرجع تاني لبداية السطر من خلال الإزاحة يمين ويسار اللي موجودة، ولكن هنا أنا أبتدي أعمل جدول الخاص بي. طبعا الجدول هنا بيفكرنا على طول بفكرة insert table اللي موجودة في الباوربوينت واللي موجودة في الوورد. لذلك أنا هقوم باختيار عدد الصفوف وعدد الأعمدة، خليني مثلا هختار 2 × 6، هيبتدي رسم مباشر جدول عبارة عن 2 × 6. بعد ما رسمت الجدول افتكرت ان انا لا ده خطأ، انا مثلا ان انا عايز كمان صفة او عايز كمان عمود، هروح على الجزئية اللي انا عايز اضافة بعدها. مثلا انا مثلا وقفت هنا في الاخر، انا عايز صفك، عايز عمود كمان جنب العمود ده، انا مش عايزهم 6 بس انا عايزهم 7. مجرد ما اكون بالوقوف في هذه الخانة هتطلع لي ايقونة جديدة علامة الجدول، بس المرة دي عليها علامة البلس، علامة الزائد. اذا انا من خلالها اضغط هيطلع لي اختيارات، يقول لي مثلا عايز عمود على يمينها ولا على اليسار، عايز صف فوق ولا عايز صف تحت. خلينا ندوس على اليسار، اذا انضاف معايا عمود تاني. مجرد تاني ما نرجع عليها اضغط insert row above، بدأ معايا 3 صفوف وليس 2. انا هنا ممكن داخل الصفوف، وايضا انا عندي نفس التنسيقات ماشيه معايا. احدد اعمل بولد، مثلا العمود الاولاني اللي فوق ده انا عايزه كله مثلا بلون مختلف، اخليه باللون الاصفر، اخلي دي مثلا باللون الاصفر، خلينا نعملها باللون الاصفر. يبقى انا معايا نفس التنسيقات شغاله معايا بشكل مباشر جدا، ما عدنيش ادنى مشكله. طيب انا بدات الأول بالعنوان، وبعد كده كتبنا السبتايتل العنوان الفرعي، وكتبنا الكونتنت بتاع المحتوى الخاص عندي داخل الإعلان. هنا بقى أنا عايز طلابي، جميع الطلاب اللي موجودين داخل الصف يتعمل لهم منشن. زي ما حضراتكم شايفين وكلنا بنعمل لبعض على الفيسبوك، نعمل لبعض منشن آت، و لما نيجي نعمل اعلان وفي نفس الوقت نعمل تاج لطلابنا لنفسنا في الصور، عندنا نفس الفكره في التيمز. انا مش بس بعمل لهم اعلان، انا بعمل لك اعلان وبعمل لك منشن كمان. ومجرد ما اضغط على كلمه شيفت وحرف الاثنين رقم الاثنين هيجيب لي ات. انا هنا لو عندي طلاب هيطلع لي جميع اسماء طلابي، يعني هنا بيقول لي سجستد، ده انا جست هنا، انا جست في الفريق تمام، الايميل الشخص الثاني بتاعي. لكن لو انا عندي طلاب تانية هيطلع لي اسمائهم في المقترحات. طيب انا عايز اعمل، مش هقعد انا بقى كمعلم عندي 30 طالب 40 طالب، مش هعمل طالب باسمه. عمليه مع كل اعلان، مع عندي 3-4 صفوف يوميا، اذا هتستهلك مني وقت. لا، مايكروسوفت تيمز قالت لك لا، احنا عندنا حل. مجرد ما اضغط بس اكتب حرف تي تمام، هيطلع لي اسم الفريق، كلمة صف افتراضي للتدريب، او اسم الصف اللي انا شغال عليه. بمجرد ما اضغط عليه واختاره هيتم عمل منشن لجميع افراد التيم اللي انا موجود فيه. يعني كل طلابي بضغط زر واحدة تم عمل منشن او تاج ليهم في هذا الاعلان او هذا البوست، بحيث ان انا ما تعبش نفسي ان انا اعمل بوستس كتير، اعمل يعني منشن كتير لطلابي. لا، انا هنا بشكل مباشر عملت بخطوة واحدة. طيب انا هنا بقى عايز مع الاعلانات الكتيرة ومع الوقت زي ما حضراتكم شايفين فوق كده، الاقي الحاجات دي كلها بتكون كتيرة جدا للطلاب. عايز اميز هذا الاعلان واخليه مهم، يعني اخلي طلابي يعرفوا ان الاعلان ده مهم. عندي علامة التعجب اللي موجودة تمام، واسمها mark as important، ودي لها اختصار في الكيبورد وكنترول شيفت اي. الناس اللي بتحب الاختصارات، يعني الناس اللي بتستخدم الكيبورد بشكل اسرع بايديها اليسار، فكنترول شيفت وحرف الاي على اساس ان هي ميك از امبورتنت.
مجرد ما اضغط عليها نلاحظ على ايدينا اليسار طلع يعني خط احمر علشان يقول لنا ان هذا الاعلان اعلان مهم. هي لفتة كويسة في التيمز، ولكن انا من وجهة نظري ان هي برضو مش كافية حتى الان، يعني احنا محتاجين تحسينات افضل من كده في التيمز. وانا واحد من الناس، انا كتبت في الاقتراحات وقدمت مقترحات ان شاء الله لعل وعسى ان هي يعني في حاجات كتير كتبناها قبل كده والحمد لله بفضل الله تم تغييرها خاصة في الحاجات الخاصة بالفورمز والتيمز، ولكن ان شاء الله نتمنى بقى ان الحاجات الجديدة اللي احنا اقترحناها ان هي يتم يعني اضافتها او تعديلها. عندي ايضا من الثلاث نقاط زي اللي احنا متعودين عليهم بدون كلمة more options، لو انا واحد من الناس يعني مش بكنترول زد مش ماشي معايا خلاص انا عندي من الثلاث نقاط undo وريبيت اجين، يعني ان انا بتراجع او ان انا بمشي خطوة لقدام من خلال الثلاث نقاط. ان احيانا بنلاقي ناس بتشتغل وبتمسح وبترجع تكتب، يعني طيب ليه؟ انت عندك undo، عندك كنترول زد بامكانك انك تستفيد بيهم وتستخدمهم علشان ما تضيعش وقتك. عملت الاعلان وخلصته، بس ما تستعجلش وتعمل بوست او تعمل سند من هنا ارسال، ولكن لو سمحت استنى معايا دقيقة واحدة علشان نضبط الاعدادات الخاصة بهذا الاعلان. طيب انا لو بعمل اعلان مش محتاج من طلابي ان هم يردوا عليا، فانا عندي كلمة announcement، عندي اختيارين اتنين. الاختيار الاول everyone can reply، يعني اي شخص او اي طالب موجود داخل هذا التيم بامكانه ان هو يعمل لي ريبلاي او يقوم بالرد على او بالتعليق على هذا الاعلان. طبعا انا لو عامل درس اليوم اذا عادي، انا بالنسبه لي انا محتاج طلاب يردوا عليا، بالعكس يا ريت يسالوا ويكتبوا لي يعني. لكن انا مثلا لو بعمل لهم عندكم بكره اختبار ومش عايز حد، خلاص انا عملت لكم بكره عندكم اختبار، فانا بختار الاختيار الثاني انا بس، ولو انا عندي مثلا عامل مدير للفريق لنقدر نرد ونعمل ريبلاي لهذا الاعلان. اذا نتاكد من النقطه ديت على حسب طبيعه الاعلان اللي انا بقدمه لطلابي. لو انا بدرس اكتر من صف، يعني احنا عندنا هنا ما بنعملش للمرحله كلها تيم واحد، ولكن احنا بنعمل لصف 12 او 12 واحد تيم و12 اتنين تيم واف 3 تيم، يعني كل حاجة تيم. ولكن انا كمعلم انا بدي مثلا ثلاث صفوف 12، صف 12 او صفين 11، انا هرجع اعمل نفس الكلام ده تاني في الصف التاني، يعني نفس الدرس انا بدرسه في الصف التاني وهقوم بنفس الخطوات تاني. لا، انا بامكاني من الاختيار اللي جنبها على طول كلمة post multiple channels الإضافة، أو يعني إن أنا أعمل بوست لهذا الإعلان في قنوات متعددة يفتح معايا الصفحة، أقوم باختيار channels اختيار قنوات أخرى. يعني أنا هنا مثلا صف افتراضي وعندي اللغة الإنجليزية، ده طبعا الأسماء اللي جاي من الوزارة عشان المسار بتاع الصف. يعني أنا مثلا خليني أختار ده صف تاني للتدريب برضو، وأعلم على كلمة general وأعمل كلمة update. اذا انا هنا بدل ما اعيد نفس الكلام اللي انا عملته في هذا الاعلان، لا انا بالخطوه ديت انا وفرت على نفسي وتم اضافته في هذا الاعلان. لذلك انا يعني بخطوه واحده اختصرت خطوات كتيره ممكن اقوم بها. اذا الان الاعلان بتاعي جاهز للبوست او للنشر لطلابي. اضغط على علامه السند او علامه السهم المتجه اتجاه اليمين سند، يتم نشر الإعلان بهذا الشكل للطلاب. طيب انت قلت لنا من شوية انك نشرته في فريق تاني، خلينا نشوف الفريق التاني علشان اعرف ان فعلا تم النشر في فريق تاني. عندي جنب التاريخ هنا مكتوب لي 8:12 دقيقة PM، عندي علامة المشبك او علامة المربعين المتداخلين في بعض دول، بمجرد ما اقف عليها هيقول لي الإعلان ده منشور في اي صف. لو انا ناسي اروح ل 12:02 افتح جنرال، الاقي فعلا نفس الاعلان او نفس الانونسمنت اللي انا عملته موجود بنفس كل شيء. خلينا نرجع تاني. طيب
لو أنا، ودي طبعا أكيد يعني بنسبة كبيرة أحيانا بنتعرض لنفس الموقف، بعد ما كتبنا وعملنا الإعلان نتفاجأ إن إحنا كتبنا شيء خطأ، أو في تنسيق عندنا خطأ، أو في معلومة عايزين نضيفها، أو في شيء عايزين نعدله. بقوم بالوقوف على هذا الإعلان والضغط على الثلاث نقاط اللي بتديني كلمة more options، بأختار كلمة edit معناها تحرير أو إعادة يعني ترتيب مرة أخرى، يفتح لي نفس الصفحة اللي أنا كنت واقف عليها قبل النشر، أقوم بالتعديل أي شيء زي ما أنا حابب يعني كما يتراءى لي، وعندي تحت خالص علامة الإكس إن أنا بكنسل، أو علامة ضن إن أنا انتهيت من هذا الإعلان، ومجرد الضغط عليها خلاص بيتم الانتهاء وبيتم الإعلان. بالنسبة لي كده أنا عملت إعلان، ولكن خليني بس أتعرف مع حضراتكم على الأيقونات اللي موجودة داخل التبويب تحت. أنا بإمكاني أيضا وأنا بعمل إعلان إن أنا أعمل إرفاق لملف، يعني أنا هنا خليني مثلا أرجع لهذا الإعلان تاني، شرحت الحاجات الأساسية ولكن في حاجات إضافية. يعني أنا لطلابي أنا عندي محتوى معين وعايز أرفق لطلابي، بإمكاني إن أنا أرفق ملف لطلابي، أو إن أنا مثلا أعمل لهم ملف من اليوتيوب، أو أحط ستيكرز. عندي كلمة الستيكرز هنا مثلا، في استيكرات كتيرة جدا موجودة ممكن أستخدمها وأضيفها داخل الإعلان، بحيث إن أنا يعني بحاول قدر المستطاع إن أنا أعمل إعلان يعني أتراكتف لطلابي. الحاجات دي هتفيد مع طلاب المرحلة الابتدائية جدا، يعني هيستمتعوا بيها جدا وهي الإعلان شيق بالنسبة لهم. عندي كمان صور جيف، صور متحركة، يعني مثلا أي شيء، يعني هنا على سبيل المثال مثلا يعني أي شيء، يعني دي كلها حاجات إضافات أنا ممكن أستعين بها داخل الإعلان. بمجرد الضغط على كلمة ضن خلاص هيبتدي وهتكون موجودة معايا لطلابي بهذا الشكل. الفايلز علامة المشبك الاتاتش، بمجرد ما اضغط عليها هيبتدي يفتح لي أكتر من اختيار. كلمة الريسنت اللي هي المجموعة من الملفات اللي أنا بشتغل عليها في الفترة المؤخرة، فبمجرد ما أقوم بالضغط عليها يبدأ يفتح لي آخر ملفات اللي أنا اشتغلت عليها. أو مش يعني حاجة تانية، أنا عايز أجيب ملف تاني، أنا ممكن أجيب من التيمز نفسه لو أنا عندي فريق آخر في ملفات، أو من الوان درايف، ولو مش عاجبني الثلاثة دول أعمل أبلود من ماي. ده بالنسبة لنا الجزئية الخاصة بالإعلان. حبيت الإعلان ده كله مش عاجبني وعايز أكنسله أو عايز أعمله ديليت، أضغط على المور أوبشنز وأعمل له ديليت. أقول له أيوة خلاص، أقول له يس ديليت، ولكنه وطبعا هيتم مسحه وهيكون موجود معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تمام، إذن أنا كده قمت بعمل إعلان ومسحه. خلينا نشوف الإعلانات اللي موجودة عندنا. يعني أنا مثلا هنا عامل إعلان لطلابي، عامل فيه ده نجم الأسبوع، كنت مسابعة عاملها كل أسبوع لطلابي الأعلى تحصيلا، اللي هم الطلاب الأعلى تحصيل أكاديمي على مدار الأسبوع، والطلاب الأكثر مشاركة على مدار الأسبوع، وعامل إرفاق للصور، وعامل زي ما قلت لحضراتكم منشن وتاج لجميع أعضاء الفريق. يعني بمجرد الوقوف هنا ألاقي 19 ممبرز، 19 عضو في هذا الفريق، أعمل لهم منشن وتاج في هذا الإعلان. طبعا دي ردود الطلاب. لو طلعنا فوق شوية ألاقي إعلان الدرس، ده إعلان درس بقى، ده إعلان مناقشة فيها instructions، فيها تعليمات وفيها سؤال، وفيه هنا reply تمام، أنا كمان كاتب لهم وبفكرهم، وعامل برضه منشن وتاج للطلاب. ده هنا فيديو الدرس، يعني زي ما حضراتكم شايفين احنا كان عندنا خطوات أساسية على مدار اليوم في التعليم عن بعد، وهو الدرس، المناقشة، الواجب، والفيدباك. عندنا حاجات أساسية ماشيين عليها يوميا. دي بالنسبة لنا الخطوة الأولى اللي هي خطوة الإعلانات، أو إن أنا زي إن أنا أعمل announcement بشكل attractive لطلاب.
النقطة الثانية زي ما قلت لحضراتكم في البداية، لو أي حد من حضراتكم عنده سؤال ياريت يكتبه في الجزء المخصص وإن شاء الله بنجاوب عليه. الجزئية الثانية وهي الخاصة بالإميرسيف ريدر، لو أنا طالب من طلابي غير قادر على قراءة أو فهم المحتوى اللي أنا كتبه في اسمه في الإعلان، أنا بإمكاني أن أنا أوجهه للضغط على ثلاث نقاط وهيفتح اختار كلمة Immersive Reader. Immersive Reader وهو القارئ الذكي، هو قارئ من نوع آخر ابتكرته شركة مايكروسوفت بحيث أن هي تساعد الطلاب الغير قادرين على فهم محتوى معين بسهولة، أو الطلاب اللي عندهم صعوبة في التعلم أن هم يقوموا بدراسة المحتوى بشكل إلكتروني بشكل سهل وبشكل يسير. زي دايما ما بقول ان الطالب اللي عنده صعوبات هو في الارض الواقع مع المعلم فيس تو فيس، يعني بيشوف المعلم يوميا، المعلم واقف قدامه داخل الصف تكاد تكون المسافة لا تتخطى المتر الواحد، ولكن هو عنده صعوبة. فما بال حضراتكم في فكرة التعليم عن بعد، المعلم مش موجود معاه والطالب لوحده، إذن هيكون عنده صعوبة بشكل اكبر. فبالتالي بمجرد ما يقوم بفتح هذه الاختيار اللي هو الإميرسيف ريدر، ابدأ معاه الصفحة بالشكل ده، صفحة تعريفية. عندنا ثلاث اختيارات رئيسية على يدينا اليمين فوق، كلمة حرف الـ A اللي هو التكست، وعلامة السطور والنجمة ديت خاصة بالجرامر أوبشنز، والأخيرة خاصة بموضوع القراءة. خلينا نشوف كل واحدة فيهم بتعمل لنا ايه او بتغير لنا شكل الاعلان بشكل ازاي. لو ضغطنا على كلمة تكست، في بعض الطلاب بيحب او بعينيه اللي عنده صعوبات، يعني عنده مشاكل في الرؤية، ده يصنف عنده صعوبات تعلم، من الصعوبات اللي بتعيقه في عملية التعليم، في عملية ان هو يتعلم شيء معين، فبالتالي انها بتكون عائق قدامه. يعني لذلك نلاقي بعض الطلاب بيحب يقعد في الاول او في الاخير. لذلك هنا انا عندي التكست سايز، حجم الخط، انا بعدل حجم الخط زي ما انا عايز. يعني انا واحد من الناس نظري ضعيف فبكبر بصغر، يعني دي حاجة تتناسب مع يعني كل واحد على حسب طبيعة عينيه. يعني عندي ايضا كلمة increase spacing، عايز ازود المسافة ما بين السطور، يعني انا مش عايز السطور تبلي يعني ايه ملتصقة في بعضها بشكل كبير جدا زي ما احنا شايفين، لا انا عايز مسافة واسعة شوية. عندي ايضا هنا كلمة الفونت، انا بغير حاجة نوع الخط زي ما انا عايز، انواع كمان هنا انا بغيرها زي ما انا عايز. طيب في ناس بعينيها بترتاح في الخلفية السوداء وناس عينيها بترتاح في الخلفية البيضاء، لا انا واحد من الناس مثلا عايز السوداء فاختار السوداء. ناس عندها مشاكل في اللون الاسود هتختار لون تاني. طيب ناس بتحب الأصفر، يعني هنا أنا بعدل الإعلان أو بحب بخلي فكرة القراءة مريحة وسهلة بالنسبة لي. مش عاجبالي مش عاجبني الألوان اللي موجودة، أضغط على كلمة more colors أو ألوان أخرى، أطلع لمجموعة أو درجات مختلفة من الألوان. أطلع فوق الاختيار الثاني وهو خاص بالجرامر. لو أنا معلم لغة عربية أو لغة إنجليزية فأنا هستفيد جدا من موضوع الجرامر أوبشنز. عندنا في اللغة العربية أو في اللغة الإنجليزية الكلمة مقسمة إلى مقاطع، وعندنا حاجة اسمها parts of speech، أجزاء الكلام. أجزاء الكلام هي اللي بتحدد لي الكلمة اللي موجودة قدام عينيا، هل هي اسم، هل هي صفة، هل هي فعل، هل هي ظرف. أنا لو طالب عندي صعوبات أو طالب غير قادر على فهم اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية بسهولة، وده طبعا حتى بنلاقيه مع طلاب الثانوية العامة إن هو أحيانا بيتلخبط ما بين الفعل والصفة والظرف، إذن من خلال الإميرسيف ريدر ومن خلال هذا الاختيار أنا هقوم ب أقوم بتحديد أو
ان انا افعل الاختيارات اللي موجودة قدامي، كلمة nouns هتاخد اللون اللون ده، كلمة verbs الافعال، الصفات، الظروف. بالتالي الالوان قدام حضراتكم اتغيرت بالالوان وبالشكل اللي موجود قدام حضراتكم. طيب انا كمان مش بس كده، انا عايز اقول للطالب ان الكلمة دي كلمة watching او كلمة today او كلمة now او كلمة discussion، انا عايزها كتب له فوقيها الاختصار بتاع الناون او الفير. افعل كلمة show labels، كل اسم او كل كلمة هيطلع فوقيها الاختصار الخاص بيها، كلمة watching verb اذا في حرف الفيم. عندنا ايضا ان الكلمات في اللغة الانجليزية واللغة العربية عبارة عن مقاطع syllables. افعل المقاطع هتبتدي تقسم لي الكلمة الى مقاطع زي كلمة watching watch والاي ان جي لوحدها، بحيث ان هو بيسمع يكون بيسمع وبيشوف الكلمة على مقاطع. كمان عندنا الاختيار الاخير وهو خاص بالقراءة، انا ممكن اعمل القراءة بهذا الشكل على سطرين او على سطر واحد، بحيث ان الطلاب اللي عندهم اقل العوامل التشتت عند طلابي علشان طلابي لا يتشتتهم وهم بيقرأوا. عندي ايضا قاموس مصور، قاموس مصور بالصور استطيع ان انا افعله من خلال هذه الايقونة. وعندي ترجمة فورية، خلينا نختار اللغة العربية سعودي عربية. هنا انا لما اقوم بالوقوف على الكلمة هيديني الترجمة باللغة العربية وهيديني ايضا صورة، بحيث ان الطالب يعني يكون على قدر من فهم، يستطيع ان هو يفهم الكلمة. خلينا مثلا ننزل على كلمة، اي كلمة مثلا كلمة watching، واضغط عليها زي ما حضراتكم شايفين طلع لي كلمة watching باللغة الانجليزية، مشاهدة باللغة العربية، وصور علشان تقول لي الكلمة دي معناها ايه. زي ما حضراتكم شايفين في علامة السماعة جنب اللغة الانجليزية وعلامة السماعة جنب اللغة العربية، بمجرد ما اضغط عليها هيبتدي ينطقها لي باللغة الانجليزية او باللغة العربية. طبعا هنا الصوت ممكن ما يكونش واضح لحضراتكم لان انا جوه الاميرسيف ريدر بشكل مباشر. الطالب بقى لو حابب ان هو يسمع النص كامل عنده علامة البلاي اللي موجودة في المنتصف اسفل هنا، وعنده الفويس سيتنج او الفويس اوبشنز، خلينا نضغط عليها. في طلاب بيحبوا ان هم يسمعوا النص بشكل سريع، اذا انا خليه سريع او بطيء، طلاب يعني اللغة الانجليزية او عندهم مشاكل في الاستماع، اذا انا هنا بغير السرعة زي ما انا حابب. لو انا في مدرسة بنات هخليها في ميل، لو مدرسة بنين هخليها ميل، يعني عندنا two options، شخص او سيدة تقوم بقراءة النص. ريت حضراتكم تجربوها في اي نص موجود عندكم، والاميرسيف ريدر هو اداة موجودة في معظم التولز اللي موجودة داخل مايكروسوفت تيمز زي التيم مايكروسوفت 365، وايضا هنلاقيها في الفورمز وبرامج اخرى كتيرة جدا. خلصنا، بمجرد ما اضغط على كلمة فوق او على السهم اللي على اليسار خرجت تاني ورجعت للتيمز او رجعت للاعلان اللي انا. دي النقطة الثانية وهي الخاصة بالإميرسيف ريدر، القارئ الذكي اللي أنا من خلاله أقدر أستفيد، وإن أنا يعني أساعد طلاب اللي عندهم صعوبات في الفهم أو في يعني استيعاب بعض المحتويات اللي قد تكون فيها كلمات صعبة لطلابي، أو إن هي تكون لغة أجنبية فبالتالي هيكون في مشكلة عند طلابي إن هم يفهموا المادة أو يفهموا النص. ننتقل للجزئية الأخرى وهي خاصة بالليسون بلانر أو المايكروسوفت بلانر. مايكروسوفت بلانر عبارة عن أداة روابط الدروس، مثلا خلينا نشوفها. دي أداة أنا من خلالها بقوم بعمل تخطيط زمني للدروس الخاصة بي، يعني أنا على مدار، احنا قمنا بتدريس التعليم عن بعد على مدار 7 أسابيع، في أسبوع في البداية ولكنه يعني كان مع طلابنا، لذلك احنا على أرض الواقع 7 أسابيع أساسية، ممكن نقول 8 أسابيع يعني. ف
فبالتالي انا هنا حاطط الدروس لطلابي بحيث ان هو الاسبوع الثاني لو عايز يشوف الدروس اللي هو مقرر عنده بالتالي ان هو بيرجع للدروس بهذا الشكل وبيبتدي يتطرق وبيبتدي يعني يتصفح الاسابيع بهذا الشكل من التبويب اللي موجود وانا سميته روابط الدروس. طيب خلينا نشوف مع بعض ازاي ان انا افعل اعدادي وازاي ان انا استخدمها وازاي ان انا اقوم بعمل هذا الشكل للطلاب. اتفقنا ان اي اداة عندنا ان انا حابب ان انا اضيفها اقوم بالضغط على علامة البلس او اد تاب، هتبتدي تفتح لي الصفحة الخاصة بالاضافات او بالبرامج الاخرى سواء كانت موجودة في مايكروسوفت تيمز او يعني شركات اخرى. الاداة اللي انا بدور عليها اسمها بلانر، هي العلامة دي العلامة الخضراء، ضغط عليها هيبتدي يقول لي هتبتدي تنشئ خطة جديدة ولا عندك واحدة قديمة عايز تستدعيها. فأنا لو ببدأ من جديد ان انا هبدأ واحدة جديدة، وانا هنا هكتب بقى انا زي ما كتبت روابط الدروس انا هنا اكتب زي ما انا عايز، اكتب مثلا خطط الدروس او خطة بس معلش انا اسف خلينا نطلع من الصف ده عشان ده تبع الوزارة وهنروح لصف افتراضي. مش يسامحوني بس دقيقة واحدة. انا هنا هروح تاني لعلامة البلس، اضيف بلانر، هكتب اسمه مثلا توزيع لو انا حابب طلاب يشوفوا التبويب ده داخل البوستس يعني في الصفحة الهوم اسيب العلامة دي متعلم عليها، لو مش حابب خلاص ان انا اشيلها واضغط كلمة سيف. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ان تم عمل تبويب هنا باسم توزيع الدروس، ولو روحنا على كلمة بوستس الاقي ايضا كلمة توزيع الدروس موجودة بحيث ان هو بيقول له ان المدرس الفلاني قام بعمل تبويب جديد بامكانك الضغط على هنا علشان تروح بشكل مباشر الى توزيع الدروس. طيب انا هنا بقى هبتدي اعمل زي ما بنقول المخطط الزمني او اعمل جدولة لشغلي بحيث ان طلابي يكونوا يعني يقدروا يكونوا يوصلهم للمحتوى بشكل سهل جدا. عندي كلمة تدو انا هغيرها واكتب الاسبوع وابتدي اعمل تاسك جديده. التاسك الجديده هضغط على كلمه التاسك هتطلع لي الشكل ده، اكتب مثلا هنا انتر تاسك نيم، نكتب اسم المهمه، اكتب درس يعني زي ما قلت اعمل له ميعاد مثلا انا اكتبه يوم 21 الاحد، اعمل له اساين، اعمل له اضافه لمين الدرس ده لمحمد ادي الجست اللي معايا. خلاص خلصت التاسك. طيب انا هنا اضغط عليه افتحه هيبدا يفتح لي الاوبشنز او الاختيارات الكتيره اللي موجوده معايا. عندي ايضا انا هنا لسه مسميه الاسبوع الاول، فهو ما عنديش عمود او ما عنديش صفة غير الأسبوع الأول، إذا أنا ما أقدرش أنقله لأن ما عنديش غير الأسبوع الأول. أكتب لي not started لسه لم يبدأ. ليش not started؟ لأنه أنا عامله تاريخ الانتهاء يوم 21/6. طيب ال start date خليه 21 أيضا وينتهي يوم 22. طيب الأهمية بتاعته أنا أخليه كلمة important يعني مهم. في النوتس انا بامكاني ان انا اكتب في النوتس اي شيء يعني مثلا شرح الدرس او اي حاجة انا حابب ان انا اكتبها لطلابي بكتبها هنا. add an item يعني انا لو حابب ان انا اضيف يعني check list لطلابي يعني بحيث ان الطلاب يدخلهم يعلمهم على شيء درسوه او شيء فهموه يعني دي برضو ترجع لطبيعة المادة. add attachment اضافة مرفقات
حابب اضيف ملف، حابب ان انا اضيف لينك، حابب ان انا اضيف من الشير بوينت برضو عادي جدا، ما فيش ادنى مشكلة. خلينا نختار لينك، يا رب يكون اللينك لسه موجود معانا اللي احنا نسخناه، واعمل له سيف. اذا اللينك بقى موجود، هو من لينك التيمز اللي احنا شفناه من شوية. تمام. طيب اضغط على الكانسل، خلاص خلصنا منه، هيطلع لحضراتكم بالشكل ده. وبالتالي انا استطيع ايضا ان انا اعمل تاسك جديدة واضيف مهام جديدة للطلاب. انتهيت من الاسبوع الاول، اعمل اسبوع جديد بهذا الايقونة مثلا، ان انا اعمل تاسك جديدة. طيب اللي انا بعمله ده هيسهل لطلابي الرجوع، او يعني ان هو يقدر يوصل لي الاختبار، اسف، يوصل لي الدروس بتاعته بشكل سهل جدا، وبتكون متأرشفة عنده بحيث ان هو يقدر يرجع لها في اي وقت، لان البوستس عاملة زي الصفحة الهوم. مع الوقت على مدار شهر شهرين هنلاقي ان الاعلانات كلها بقت كتيرة جدا وبتتراجع الى الخلف، لكن هنا عندي موجود كل في البلانر، بلاقي كل شغلي موجود. عندي فوق كمان عندي كلمة charts وعندي كلمة schedule. كلمة charts لو فتحتها هي خاصة ب يعني نقول تحليلات او يعني رسومات توضيحية بيانية بتوضح لي اللي بدأ واللي ما بدأش، والطالب اللي متأخر والطالب اللي حل والطالب اللي درس فعلا واللي ما درس. طيب انا عندي هنا ادي واحدة important، هنا بيصنف لي المهام كم واحدة urgent، كم واحدة important، medium، low، فاحنا عاملين واحدة بس. طيب هنا الأعضاء ما فيش غير محمد، وادي الجست الإيميل التاني بتاعي، إذا المهمة دي مسندة لمحمد بس. وعندي هنا الرسم البياني completed 0، الليت المتأخر، اللي in progress، not started 1. إذا هنا أنا أي طالب من طلابي قام بفتح هذا التبويب وعمل إن هو أو ضغط إن هو finished this lesson or this content of the lesson، ان هو خلص هذا الدرس، اذا انا هيبان لي تقدم الطلاب او عدد المهام اللي تم انجازها عند طلاب. وهنا انا ايضا بامكاني مش بس الطلاب، الاداه ايضا موجوده داخل الاقسام، يعني داخل التيمز بالنوع من الانواع الاخرى. لو انا رئيس قسم وعايز اعمل مهام للمعلمين عندي، اوزع المهام، ممكن اوزعها بهذا الشكل وحط كل معلم، بدل ما اعمل مثلا الاسبوع الاول، لا انا اكتب هنا محمد جلال واحط له المهام بتاعته، احمد واحط له المهام بتاعته، محمود واحط له المهام بتاعته، وانا اتابع من خلال التشارتس مين اللي خلص ومين اللي ما خلصش المهام بتاعته ومين المتاخر، بحيث ان انا يعني ايه مش كل شويه انا خلصت ما خلصتش خلصت ما خلصتش، لا انا من خلال الاداء انا بتابع في هدوء تام كل المهام المسندة لجميع أعضاء الفريق. دي بالنسبة لنا الليسون أو المايكروسوفت بلانر، وهي أداة مهمة جدا، وأنا شايفها بصراحة يعني أحد أهم المميزات اللي موجودة في الأوفيس 365. عندنا أداة أخرى، ودي أداة خلينا نشرحها بشكل مباشر، هي أداة اسمها إنسايتس. الانسايتس هي أداة إحصائية بتساعدني إن أنا أعمل إحصائيات، أطلع إحصائيات مباشرة عن طلابي. زي ما شفتوا هنا مثلا أنا عامل وشرحت لحضراتكم إن أنا عامل مسابقة عن أوائل الطلبة، مين الطالب اللي هو الأعلى تحصيلا ومين الطالب الأكثر مشاركة. طيب أنا هعرف منين؟ يعني إيه اللي هيعرفني إن ده أكتر طالب شارك معايا؟ ايه الاداة اللي هتساعدني في كده؟ ولو انا هعمل اداة الكلام ده بشكل يدوي واقعد احسب لكل طالب انت شاركت انت كتبت انت علقت، اذا ده انا ههلك نفسي وانا بشتغل بالكلام ده، انا هضيع وقت ومجهود كبير جدا. ولكن انا عندي اداة اسمها insights، تقارير الاداة اسمها احصائيات بيانية، حاجة زي كده باللغة العربية. انا اقوم باضافتها من خلال، نرجع للصف الافتراضي، من خلال برضو علامة البلس، اكتب هنا دي الاداة بهذا الشكل، يعني عشان ما ننساهوش، بمجرد الضغط عليها هتبدأ تحمل معايا. اضغط كلمة add
خلاص تم إضافتها. بس هنا بيقول لي عايز يعني تعمل لها طلابك ولا لا، فهقول له سيف. لا طبعا الأداة هتطلع لي فاضية لأن ما عنديش طلاب داخل هذا الصف. عندي أول حاجة Digital Activity، خلينا نروح للصف اللي أنا شغال عليه. أفتح تقارير الأداء. عندي Digital Activity، أعمل All Time. Digital Activity وهو النشاط الإلكتروني، وزي ما حضراتكم شايفين هنا في أكتر من جزئية، يعني أنا بتابع أي أكشن داخل الصف عندي أنا بتابعه من خلال هذه الأداة. لو طالب دخل اجتماع بعرف، لو طالب تواصل معي بعرف، لو طالب بس دخل عشان يشوف الملفات اللي موجودة داخل التيمز وخرج من غير ما يعمل أي حاجة أنا برضو هعرف. لو طالب فتح الاختبار والاختبار كده يعني ما كانش له مزاج ومرضيش يحله وقال لي لا أنا هعرف إنك فتحت ولا ما فتحتش، لأن ممكن طلبة تقول لك والله أنا ما شفتش الاختبار وهو شافه فعلا، فأنا من خلال هذه الأداة أنا هعرف إذا كان الطالب شاف الاختبار ولا ما شافش الاختبار. الأيقونة الثانية وهي الـ Average Grade، ممكن نسميها منحنى التحصيل الأكاديمي لطلابنا. وعندنا الـ On Time Assessment وهي يعني مدى تسليم الاختبارات في الوقت المحدد، الـ On Time Assessment. بس لأن طلابي في الصف ده طلاب صف تكنولوجي 8 طلاب، فإذا لو طالب واحد يعني تأخر عن التسليم بالتالي النتيجة تنزل 80% زي ما حضراتكم شايفين. الـ Average Time for Feedback اللي هو الخاص بالفيدباك اللي أنا بقدمه لطلابي. وعندي في الأخير الكوميونيكيشن أكتيفيتي التواصل، الأنشطة الخاصة بالتواصل، وبيجيب لي بيها أسماء الطلاب وكل طالب عمل إيه داخل التيمز. من فوق هنا أنا عندي كلمة All Time، لو أنا حابب أن أنا أعرف إحصائيات عن التيم من أول ما عملته، يعني حتى هنا بيقول لي كاتب لي هوت Data Collected Sense، بيتم جمع البيانات منذ 22 مارس اللي هو اليوم الفعلي اللي احنا بدأنا فيه فعلا بعد ما رجعنا من اجازة الربيع. طب انا لو عايز احصائيات على مدار شهر اختار 30 days، على مدار اسبوع اختار 7 days، على مدار اليوم النهاردة بس اختار today. طب انا مش عاجبني الكلام ده وانا عايز يوم محدد بعينه، تمام اختار specific date day اسف، واختار مثلا اي يوم انا عايز اشوف نشاطنا. طبعا الايام دي كلها احنا خلاص انتهينا والمدارس وخلصنا كل شيء. انا عايز اشوف طالب مش عايز اشوف الصف كله، انا اختار احمد مثلا، اضغط على احمد هيطلع لي كل الشغل اللي موجود على عند احمد. اسف خلينا نشوف مثلا all time، ادي شغل احمد كله بالاحصائيات بالبوستس بالريبلايز بالرياكشنز بكل شيء احمد عمله على مدار all the time، على مدار فترة التعليم عن بعد. أحمد 95% متواصل التحصيل الأكاديمي بتاعه، 76% الـ on time assessment. إذن هنا أنا أستطيع أن أنا أحصل على إحصائيات وبيانات يعني كاملة وأنا في مكاني بدون أدنى معاناة وبدون أي مجهود، أنا عامل كنترول كامل على الصف الخاص بي. الفكرة دي كلها انا كنت عاملها مصممها على ملف على الاكسل وكنت بشغلها وبتابع بيها طلابي داخل الصف على ارض الواقع، ولكن انا يعني كنت بفتحها على السمارت بورد وانا بعبي البيانات بنفسي. عفوا فانا كنت بشتغل الكلام ده مع طلابي على ارض الواقع داخل الصف من خلال ملف اكسل، ولكن في التعليم عن بعد انا مش هقدر اخد الكلام ده بشكل يدوي، ولكن من خلال هذه الاداة انا بستطيع ان انا احصل على البيانات. انا استطيع ان انا احصل على البيانات من خلال هذه الاداة بشكل سهل وبسيط جدا. لو حبيت كمان ان انا اعمل exporting to excel، عندي من الايقونة اللي فوق على ايدي اليمين او من الثلاث نقاط، تمام عندي كلمة export to excel، من خلالها انا بصدر
جميع البيانات دي على ملف اكسل علشان استفيد بيها مع طلابي. وطبعا نخلي بالنا ان هي بتروح مباشره للداونلودز، يعني برضو لسه النقطه دي اتكلمنا فيها ان احنا نحدد مكان انا بعمل تحميل للملفات من التيمز، ولكن جميع ملفات التيمز بيتم تحميلها تلقائيا للداونلودز. دي بالنسبه لنا الجزئيه الاخرى اللي اتكلمنا فيها عن تقارير الاداء. نرجع تاني للبوستس. الجزئية الأخرى وهي فكرة الواجبات أو الأسسمنت. لو أنا عايز أعمل واجب لطلابي، لو أنا من قبل قمت بعمل واجب على الفورمز، وطبعا الفورمز ده برنامج يعني كبير ما شاء الله وعنده وفيه من المميزات كتيرة جدا، يتشابه أو يختلف عن جوجل فورمز، ولكن ده تبع شركة وده شركة أخرى، ولكن هو الهدف واحد منهم. فبالتالي أنا لو بستخدم التيمز إذن أنا يعني يجب علي أو من الأفضل أن أنا أقوم باستخدام الفورمز. زي ما حضراتكم شايفين في البداية أنا قلت هو مقسم إلى أكتر من جزء، الدرافتس والأسايند والجريدد، وهنا اللي هم اللي تم الانتهاء منهم بيكون متعلم عليهم علامة الصح. خلينا نروح للصف الافتراضي للتدريب وهبدأ أعمل واجب لطلابي على هذا الصف. أضغط على كلمة الأسايمنت، أضغط على كلمة كرييت إنشاء، أختار كلمة كويز أو اختبار قصير لو التيمز باللغة العربية. هيبدأ يحمل لي جميع الاختبارات والواجبات اللي أنا قمت بعملها على مايكروسوفت فورمز، يعني كل اختبار او كل فورم او كل استبيان انا عملته، كل شغل بمعنى اصح على مايكروسوفت فورمز هلاقيه موجود داخل التيمز وبيفتح معايا. لذلك انا يعني حضرتك مش هتلاقي الحاجات دي الا اذا كنت بتستخدم نفس اليوزرز. يعني لو انا التيمز بتاعي انا فاتحه دلوقتي بايميل الوزارة اللي هو 365، إذن مش هيطلع لي هنا شغلي على الفورمز الخاص بإيميل الشخصي، ولكن هيطلع لي شغلي على الفورمز بإيميلي أيضا اللي أنا فاتحه ب365. خليني مثلا أخذ هذا الاختبار، وأنا واحد من الناس لما باجي أعمل اختبار أنا بحب أن أنا أكتب الصف، يعني مثلا جي 11F، يعني ده صف 11 أدبي اللي هو تاني ثانوي أدبي، جي 12F تالتة ثانوي، والاسبوع والتاريخ او الفترة الزمنية، لان مع يعني حضراتكم شايفين كمية واجبات واختبارات كبيرة جدا، فانا بصراحة ممكن اتوه، او ان انا عشان ان انا افتح الاختبار كل ما اجي اعمل اختبار افتحه تاني واتأكد من الاختبار فهيكون صعب جدا وهيستنزف مني وقت. لذلك انا واحد من الناس بحب ان انا اكتب او برتب العنوان علشان يكون سهل عليا في عملية حتى التصحيح فيما بعد، او ان انا عايز ارجع له بكتب مثلا الاختبار ده كان من 3-5 ل7-5، وضعت كلمة next. هيبدأ يفتح معايا الجزئية المخصصة بالإعدادات الخاصة بهذا الاختبار. التايتل العنوان هو بيجيب لي العنوان الافتراضي اللي موجود على الفورمز، ولكن أنا كمعلم أنا باستطاعتي إن أنا أعدل فيه وأغير فيه. لذلك أنا زي ما قلت لحضراتكم أنا بهتم جدا بالعنوان من البداية على الفورمز علشان ما تعبش نفسي في أي شيء بعد كده. عندي أيضا instructions، تعليمات. أنا ممكن هنا أبتدي أكتب تعليمات لطلابي زي ما أنا عايز، يعني على حسب طبيعة مادتي أو على حسب طبيعة الاختبار أبتدي أكتب معلومات. هنا عدد درجات الاختبار 10، انا ممكن اعدلها او ان انا اضيف روبريك خاص بالتصحيح، يعني برضو دي ترجع لطبيعه الاختبار او طبيعه الماده. هنا assign to يتم نشره فين؟ لا يتم نشره في صف افتراضي للتدريب. عايزه يتنشر لكل الطلاب، بسيبها هي بتجيلي بشكل افتراضي كلمه all students، لكن لو انا عايز
لطلاب محددين. يعني أنا لو أنا مثلا عندي طلاب داخل الصف من فئات مختلفة، أو يعني طلاب لازم، أو أنا من ضمن الإجراءات اللي أنا بتبعها إن أنا مطالب إن أنا أعمل اختبارات مختلفة للطلاب على حسب الفئات، يعني طلاب اختبار للمتفوقين، اختبار للمتوسطين، واختبار اللي عندهم صعوبات في التعلم. إذن أنا هنا خلي بالي إن أنا أقوم بتحديد الطلاب أو باختيار الطلاب اللي أنا هقوم بإسناد الاختبار لهم. بعد كده أنزل تحت وأضغط على كلمة إدت علشان يبتدي ياخدني للتواريخ أو لإعداد التاريخ. أضغط كلمة إدت هيبتدي يفتح لي صفحة التواريخ أو الأسسمنت تايم لاين. عندي ثلاث اختيارات مهمين جدا جدا وننتبه ليهم، إن إحنا أول حاجة نعلم على الأولى نديها علامة الصح، وحدد الوقت اللي أنا أو التاريخ اللي أنا عايز أبدأ فيه الاختبار. فأنا هبدأ اختبار يوم 21 مثلا، الساعة أقوم باختيار الساعة وأهتم يعني أخلي بالي من حتة AM و PM، يعني أوكي 9 خليه مثلا 9:30. الديو ديت اللي هو تاريخ انتهاء الوقت، يعني تاريخ انتهاء الاختبار. طبعا استحالة الاختبار يبدأ وينتهي في نفس اللحظة أو ينتهي هنا في وقت متأخر عن الاختبار. أنا مثلا بدأت 21 أخلي اليوم 22، دي على حسب ما حضرتك تشوف. وطبعا أختار الوقت النهاية اللي هو الساعة نفسها اللي بينتهي فيه. النقطة الأخيرة مهمة جدا وهي الكلوز ديت، فكرة الواجب المتأخر. يعني هنا الواجب بيخلص تاريخ الانتهاء 22، لو أنا سبت دي مش متعلم عليها الاختبار هيفضل عند الطالب بعد يوم 22، يعني بإمكان الطالب إن هو يقوم بحله بعد يوم 22. لكن لو أنا ضغطت عليها وحددتها بهذا الشكل الاختبار بمجرد يوم 22 هيختفي من عند الطالب الساعة 10:30 مساء، يعني الساعة 10:30 مساء الاختبار مش هيكون موجود ولا متاح عند الطالب. فبالتالي يعني احنا ما كناش بنسمح بالليت اسسمنت، لذلك كنا دايما بنعلم على الكلوز ديت علشان كان يوميا في اختبارات، فصعب ان احنا نسيب الاختبارات تتراكم عند الطالب. خلصت، اضغط على كلمة done. ضغطنا على كلمة done. طبعا انا هنا وانا بعمل الاختبار حصل خطأ، ولكني اتعمدت ان انا اسيبه للاخر علشان ابين لحضراتكم فكرة ان احنا نخلي بالنا في عمل الاختبار جدا جدا جدا، لان في بعض المشاكل بتتم. ويعني ناس كتير سألونا او اشتكت فترة التعليم عن بعد من هذه المشاكل او ظهرت لهم. انا واحد من الناس دلوقتي قمت بعمل اختبار ومستعجل وعملت الاعدادات، ولكن ما انتبهتش من شيء مهم جدا، ان ملف الفورمز اللي انا اخترته لم يتم اضافته داخل هذا الاختبار. فبالتالي أنا لو عملت سكيدجول وعملت إسناد لطلابي، بعد ما أقوم بالإسناد والاختبار يروح لطلابي وأنا قاعد مستني بقى الإجابات طلابي مش هيلاقوا اختبار أصلاً. ده اختبار وهمي، ما فيهوش اختبار، ما فيهوش ملف على الفورمز. لذلك لابد أن نهتم جداً في البداية أول ما أختار الفورمز أتأكد أن فعلاً الملف تم إرفاقه. وهوري حضراتكم دلوقتي، أنا هنا هعمل كنسل، انا هكنسل الاختبار ده خالص، اعمل له يس، ابدا اعمل كرييت، اختار كويز. انا هختار بالشكل سريع ولكن عشان ابين لحضراتكم الفرق ما بين الاثنين، اضغط كلمه نيكست. زي ما حضراتكم شايفين المره دي ملف الفورمز موجود عندي اهو، واتاكد فعلا ان هو موجود، فعلا تم تحميله وهو موجود. عايز اتاكد اكتر انا ممكن اضغط عليه وافتحه، ما عندكش ادنى مشكله. لذلك انا هنا ملف الفورمز موجود واتاكدت فعلا ان هو موجود عندي. علشان كده يعني مهمه جدا الخطوه دي.
بعد كده ان انا ابتدي اكمل تاني الاعدادات الخاصة بالوقت واعمل له كلمة assign. اضغط بمجرد ما اضغط كلمة assign هيبتدي زي ما حضراتكم شايفين اسناد الاختبار لطلاب. اضغط عليه لو انا حبيت ان انا اعدل على الاختبار عندي او ان انا اشوفه. عندي كلمة باك وعندي كلمة edit طبعا ما فيش غيري هنا وكلمة not returned not turned in يعني الاختبار ده لم يتم ارجاعه من هذا الطالب. edit assessment ان انا اعمل له edit بيرجعني لصفحة الاعدادات تاني لو انا عايز امد فترة الاختبار او ان انا عايز اعدل شيء في الاختبار. عايز اصدر النتائج بعمل لها export. لو عايز ان انا امسح الاختبار نفسه بضغط على كلمة edit بيعمل له كلمة delete. ديليت خلاص الاختبار بيتم مسحه من عند الجميع. اضغط يس بيتم مسح الاختبار من عند ذلك تم مسح الاختبار. طيب بتيجي الخطوة التانية او الخطوة المهمة اللي همشيها مع حضراتكم دلوقتي. ده واجب عشان كده انا سايب الاختبار لحد دلوقتي. ده واجب ده واجب مثلا خلينا نقول تم اسناده للطلاب وخلاص يعني تخطينا المرحلة دي وتم الطلاب ما شاء الله 15 من 15 قاموا بحله. انا بقى عايز اصحح الاختبار يجي دوري انا في عملية تصحيح الاختبار. هنا الحالة وزي ما حضراتكم شايفين كله turned in معناه ان الطالب قام بحل الاختبار يعني هذا الطالب قام بحل الاختبار. وجنبي كلمة feedback ومجرد ما اضغط عليها اديني no feedback provided يعني انا كمعلم لم أقوم بإعطاء هذا الطالب أي نوع من أنواع التغذية الرجعة حتى الآن. وعندي هنا السكور 50 من 50 وده طالب جايب 0. طيب أنا بقى عايز أراجع إجابات الطلاب وأتأكد حلهم أو إن أنا أديهم فيدباك أكتر من طريقة. يا إما أفتح Open Informes وهيفتح لي الملف على الفورمز بشكل مباشر على الويب سايت زي ما حضراتكم شايفين وهيبتدي يفتحوا لي. بياخد يعني ثواني معدودة وبيبتدي يفتح لي الاختبار بنفس الايميل اللي انا شغال عليه اللي هو 365. او الطريقة الثانية ان انا بضغط على كلمة turned in بيبتدي يفتح لي اختبار الطالب بهذا الشكل وعندي اختيارين فوق كلمة people وكلمة questions. كلمة people لو انا هتصفح الاختبار باسماء الطلاب وعندي جميع اسماء الطلاب المتواجدين داخل هذا الصف او بالاسئلة بحيث ان انا يعني امشي مباشر على الاسئله. انا مثلا عايز امشي على الاسئله السؤال الاول خلاص ابدا السؤال الثاني. عندي 14 طالب جاوبهم الاجابه الصحيحه وطالب واحد جاوب اجابه خطا فانا عايز اقول لل 14 طالب دول هقول لهم يعني احسنت. فانا هاجي لعلامه المربع اللي موجوده جنب السكور بتاعه واكتب له تمام. طيب هنا انا لما بكتب الكلمه دي او التعليق اللي انا بكتبه بيروح لجميع الطلاب اللي حلهم او اختاروا من الاختيار الصحيح. يبقى انا مش محتاج ان انا اقعد اكتب لل 14 طالب نفس التعليق. لا كلمه جريت جوب هتروح لل 14 طالب. لكن هذا الطالب انا ممكن اكتب له الاجابه الصحيحه مثلا اخد له نسخ الاجابه الصحيحه واكتب وبنفس الاسلوب وبنفس الشكل امر على جميع الاسئله بحيث ان انا يعني في دقيقه واحده او دقيقتين اكون منتهي من جميع الفيدباك على الاسئله. نفس فكره ان الطالب يجيب لي الدفتر فيه الواجب وانا اصحح الواجب واقول له احسنت بارك الله فيك. ولكن على ارض الواقع ورقيا انا مطالب ان انا اصحح ال 15 دفتر منفصلين في حين
لو كل دفتر خد مني دقيقة واحدة إذا أنا خدت في الاختبار ده 15 دقيقة، ولكن أنا هنا كل الاختبار هياخد مني دقيقة أو دقيقتين ماكسيمم إن أنا أدي إجابات، أدي تغذية رجعة إيجابية، أو إن أنا يعني أدي فيدباك على سؤال بإجابة خطأ. كل الكلام ده مش هياخد مني أقصى من دقيقتين. طيب خلينا نرجع لكلمة people. الطالب اللي جاب 50 من 50 ده من حقه إن إحنا نقول له thank you. هضغط على الأيقونة ديت وأقول له ممكن أخذ نفس الجملة نسخ تمام وأروح لي أنتقل إلى الطالب الآخر جاب 50 برضو. يعني بنفس الشكل ده أنا ببتدي أمسح أعمل فيدباك لطلابي وبكتب بقى اللي أنا عايزه، يعني أي حاجة أنا عايزها براحتي لطلابي ما عنديش أدنى مشكلة. كل لما أخلص بمجرد ما أخلص أضغط على كلمة close. لو عملنا باك بس كده ورجعنا تاني للاختبار شفنا أول طالب إحنا كنا كاتبين له مش طالب ده الطالب ده كاتبين له thank you وطلع له كلمة thank you فعلا في الفيدباك. طيب أنا خلصت طلابي خلصت الاختبار ده كله وعايز بقى أرجع الاختبار لطلابي بحيث إن هما كل واحد يعرف درجته، كل واحد يعرف الأخطاء اللي عنده، كل طالب يعرف الفيدباك اللي أنا كتبته له. أقوم بالضغط على هذه الأيقونة اللي هي بجانب كلمة نيم علشان أقوم بتحديد جميع أسماء الطلاب. أنا كده تم تحديد جميع أسماء الطلاب. عندي فوق في أقصى اليمين كلمة return 15 معناها 15 طالب. أنا هضغط على كلمة return هيتم إعادة الاختبار مرة أخرى للطالب، وهتيجي للطالب رسالة تقول له الأستاذ محمد قام بتصحيح هذا الاختبار وتم إعادته لك. يبقى أنت بمجرد الطالب هيفتحه هيعرف الدرجة بتاعته هيعرف لو عنده أخطاء. نفس الفكرة أنا استلمت الدفتر من الطالب وجي الوقت أن أنا رجع له الدفتر مرة أخرى. ورجعنا للبوستس ورجعنا للأسسمنت. افترض نلاقي أن الاختبار انتقل من الأساين، أنا قال لي 13 أنا عملت 13 ريفيو، بس خلينا نرجع تاني. فضل اتنين أنا ما عملتهمش اللهم ريتيرن. مفترض بعد هذه الخطوة الاختبار ينتقل من الاسسمنت من الاسايند إلى الجريدد من المسند إلى المعلن. فعلا تم الانتهاء أو تم نقله من الاسايند زي موجود قدام حضراتكم بقى عندي زيرو، وفي الجريدد هنلاقيه في آخر صف خالص أو في آخر اختبار موجود لي وموجود عنده علامة الصح. يعني هذا الاختبار تم الانتهاء منه بشكل نهائي وتم إسناده لطلابي. طبعا فكرة عمل اختبار على الفورمز طبعا دي قصة لوحدها ومحتاجة يعني سيشن كبيرة ان احنا ازاي نعمل اختبار على الفورمز وازاي ننسقه وازاي ايضا نستفيد من المميزات اللي موجودة داخل الفورمز. معانا الاوبشن الاخير او الخطوه الاخيره اللي معانا في المسات او في اللي بتكمل معانا فكره التعليم عن بعد هي تقديم حصص اونلاين لطلابنا. يعني هنا مثلا زي ما حضراتكم شايفين دي حصه مراجعه كانت مع طلابنا ودي حصه اخرى كنا بنعمل عليها سيشنز على الاختبار التجريبي للمنهج. كان في جلسات اخرى كتيره جدا شغالين فيها مع طلابنا ودي ايضا اجتماعات تانية لطلابنا او حصص اخرى. طيب ازاي ان انا اعمل حصة دراسية وان انا اشير الرابط لطلابي بحيث ان هم يقوموا بالدخول على الاختبار بشكل على الاجتماع بشكل مباشر. انا عندي اكتر من اختيار. الاختيار الاول الاختيار الأول عندي علامة الكاميرا وعلامة الفيديو اللي موجودة داخل التيم. بمجرد ما اضغط عليها هيبدأ يفتح لي صفحة الإعدادات الخاصة بالاجتماع. أنا بإمكاني هنا بإمكاني إن أنا
أعمل اجتماع كلمة meet now، أعمل اجتماع مباشر الآن، أو أن أنا أعمل schedule a meeting. ولكن أنا لو عملت الخطوة دي دلوقتي هيقفل معايا المكالمة اللي أنا مع حضراتكم فيها، لذلك أنا هقفل دي خالص وهروح على الاختيار الثاني اللي هو كلمة calendar اللي هي التقويم، وهبتدي بتفتح لي التقويم صفحة الكالندر اللي موجودة، واختار عندي كلمة meet now أو new meeting، فأنا اختار كلمة new meeting. نخلي بالنا ان في اوبشن اخر اسمه live event، ده انا بستخدمه لو بعمل session online مع مجموعة من المعلمين او من المتدربين بيكونوا في اكتر من دولة او في نفس الدولة، ما عنديش مشكلة، مش عايز يكون في مثلا يعني يكون الموضوع مقنن زي الويبينارز اللي احنا بنحضرها مع مايكروسوفت، ما حدش فينا بيقدر يتكلم فيها ولا حد بيعمل حاجة غير ان هو بيكتب في الرسائل، لذلك قد تكون في بعض الأحيان مفيدة جدا، وخاصة طبعا في التدريبات. فأنا أقوم هنا بالضغط على كلمة new meeting، هيبتدي يفتح لي صفحة الإعدادات عفوا دي واحدة لو سمحتم. يا جماعة الصوت راح ولا كيف؟ ألو سلام. أستاذ محمد استأذن دقيقة وراجع. آه. أستاذ إياد بالنسبة لرابط تسجيل المشاهدات في الوقت هذا يا ريت الخاص باللقاء. رابط تسجيل الشهادات موجود على الشاشة. عالدردشة نزلته أنا عالدردشة. الدردشة في رابط تسجيل الشهادات. عبوه حاليا. الاسم والإيميل بدنا نبعث عليه الشهادة والوظيفة والبلد اللي أنتم منها. بس ما بيفتح يا استاذ الرابط، انا لي فتره بحاول فيه ما بيفتح. بفتح على الكروم او على الاكسبلورر. لا فتح فتح وعبينا فتح على الاكسبلورر او على الكروم. مزبط على الاكسبلورر او على الكروم. خذوا نسخه له احتياطا على اساس تفتحوه بنافذه جديده على المتصفح. عملنا له كوبي. يعطيك العافيه استاذ اياد، يعطيكم العافيه. دردشة مش عندي دردشة يا استاذ اياد. دقيقه بس ابعث. اهلا وسهلا فيكم جميعا، تبعث الرابط ل
للأستاذ. بتوقع الضيوف اللي من خارج المؤسسة يمكن ما فيش عندهم دردشة يمكن عشان هيك. هون في خصائص الإحساس. أيوة. طيب اللي بده يتواصل معنا إحنا أعضاء الفريق ونبعث له. أي على المايك أو يتواصل معنا. هنتظره من حضرتك أستاذ زياد على المسنجر. السلام عليكم أستاذ زياد. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أماني الشريف من مصر. السلام عليكم. أماني الشريف من مصر. على أستاذتنا المبدعة. الله يبارك في عمرك. مبروك على مبروك على السفير إن شاء الله لجميع الزملاء. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. بارك إليك. بس ما عنديش شفت عشان نكتب من الصبح عايزين. هو الشات مش مفتوح صح ولا إيه؟ إليك ولكل الزملاء. ألف شكر يا أستاذ إياد. ألف شكر مستر. وشكرا للمحاضرة الرائعة. شكرا للمحاضرة الرائعة ورعاية حضرتك ورعاية الزملاء من فلسطين أهلنا وحبايبنا يعني. العفو. محاضرة فوق رائعة يعني فوق الرائعة. بدع اليوم كثير. جدا جدا. بس فاتتني حتة في الأول بس أكيد حضرتك مسجلها تمام؟ احنا التسجيل رايحين نرفعه إن شاء الله على اليوتيوب في أقرب وقت. بإذن الله. ونضعه على صفحة فريق مايكروسوفت الفلسطيني. نضع رابطها على الماسنجر كمان وعلى صفحات الزملاء. هو ما فيش شات هنا هنتواصل مع حضراتكم ازاي؟ تواصلوا مع اعضاء الفريق حضراتكم. احنا اعضاء الفريق عدة اشخاص ممكن تتواصلوا ونبعث. هيني انا بعثت لمس لبنى من تونس بعثت لها الرابط ولمس غدير السعدي طالعة شوية. العفو. اسم القناة على نعم لو سمحتم اسم القناة على اليوتيوب اسم القناة على اليوتيوب راح يحط الرابط إن شاء الله الأستاذ إياد على المجتمع مايكروسوفت ونتواصل معكم. يسعد مساكم. يسعد مساكي. حياكم الله. أهلا وسهلا نورتونا. الله يرضى عنك. جبت اليوم أفوت معاكم يعني. للأمانة أنا محظوظة كثير اليوم. وإحنا برضو محظوظين. إحنا محظوظين فيكم كلكم. فيك يا رب. يا ريت ما تنسونا بأي جديد أي حاجة برضو إنه نكون إحنا موجودين معاكم. إن شاء الله بإذن الله. نورونا. زينا نحن محتر مروحة ولا لا؟ تفدنا كثير اليوم كان اللقاء رائع اليوم. السلام عليكم. كنت عايزة أسأل مسمر الأستاذ محمد. كنت عايزة أسأل بس المحاضرة أول المحاضرة خالص الأستاذ محمد فتح اللي هو الإعلان اسمه إيه البرنامج بس اللي دخل من داخل التيم اسمه إيه فتح بيه إعلان. اهو محمد اللي حاضر استاذ محمد. ليش انا اسف حصل مشكله في اياد الفلسطيني. ايش يا مس لو سمحتي تعيد السؤال استاذ محمد. بتسال هي عن السؤال اللي انت كتبت بالبدايه لما كتبت الاعلان اسم البرنامج ايه؟ الاب اسمه ايه؟ الاجتماع الصوت منخفض من داخل تيمز حضرتك اخترت عملت اعلان للطلبه البرنامج اسمه ايه علشان انا دخلت بعد المحاضره بشويه. طيب حاضر البرنامج حاضر. اللي بنعمل منه الاعلان بس حاضر اكون مع حضرتك بس اعطوني بس دقيقتين اخلص الاجتماع تمام العمل الاجتماع تمام وان شاء الله هجاوب على جميع الاسئله ان شاء الله. حضراتكم من كلمه نيو ميتنج انا ببدا استاذ اياد. استاذ اياد تفضلي. استاذ محمد ثواني بس لو سمحت تفضلي. بس هيك على الخامس لو سمحت بدي اتاكد اخر تقديم اخر موعد لتقديم سفير ويكلت 17 الشهر ولا 19 هو التقديم بهالفتره
بعثوا لي مرة 17 ومرة كأنه 19 بس مش متأكدة. هو بأي وقت؟ عادي. مش مشكلة مس شوقية، قدمي قدمي اليوم ما دام. ان شاء الله بدي احاول ان شاء الله اخر شيء لاني صرت اخر شغله. الله يوفقك استاذ محمد تفضل. طيب انا هنا عندي كلمه اد تايتل ان انا هكتب العنوان الرئيسي بتاع الحصه او بتاع الاجتماع، يعني انا مثلا اكتب لهم الحصه. طبعا انا في العناوين بصراحه انا بكون دقيق جدا لان انا بحاول علشان يعني أتوه، لأن بيكون في أكتر من حصة. كلمة add required attendees لو أنا عندي عايز أضيف حضور بشكل إجباري أو بشكل أساسي، وعندي كلمة optional حضور اختياري لو مثلا أنا عندي المدير أو رئيس القسم فأنا ببعت له دعوة بقول له إن أنا عندي حصة اليوم الفلاني، ولك مترك الحرية إنك تحضر أو لا تحضر من خلال إما زي ما قلت لحضراتكم أكتب الاسم أو من خلال الإيميل، ويفضل طبعا الاستخدام الإيميل لأنه بيكون أدق بكتير من موضوع الاسم. لكن لو أنا بعمل بشكل متكرر فالأسماء تفضل عندي بشكل متكرر أو بشكل تلقائي، فبيجيب لي الأسماء المؤسسة لنا فيها، بإمكاني أن أنا أختار الاسم زي ما أنا حابب. بعد كده الستارت ديت ان انا اليوم اللي هيبدا فيه الاجتماع والتاريخ، خلينا نقول مثلا هيبدا يوم الجمعه بكره، والساعه اختار الساعه مثلا 9:30 مساء، وهينتهي ايضا يوم 19، وهختار هنا تاريخ الانتهاء مثلا الساعه 11:30. انا اتغير هنا بقى عندي ساعتين all day لو انا عايز اعمل مثلا لو عندي اجتماع طول اليوم، وده طبعا مش بتحصل، لذلك انا اعملها بتواريخ محددة. عندي هنا اوبشن لو انا عندي حصص دراسية لطلابي متجدولة، يعني على سبيل المثال ان انا بدي حصتين ثابتين او ثلاثة كل اسبوع، سبت واثنين واربع او حد وثلاثة وخميس، وانا مش عايز اجي اعمل نفس الخطوة كل مرة، فعندي كلمة doesn't repeat اضغط عليها، وعندي اختيارات اما اكرر بشكل daily بشكل يومي او بشكل weekly او بشكل monthly شهري او يرلي بشكل سنوي، او لو انا عايز احدد بقى المواعيد اللي بتكرر فيها هذا الاجتماع بضغط على كاستمايز. يبدا الاختبار هيبدا الاجتماع هيبدا يوم 19، هيتكرر كل يوم ولا كل ويك ولا يعني دي حاجه ترجع لي سيلكت ديت، اختار الميعاد النهايه، وبالاخير اضغط كلمه سيف. عندي كلمه اد شانل لو انا عايز بقى الاجتماع ده يروح بعنوان او بتبويب داخل تيم انا شغال عليه، خلينا نفتح التيم الاخير اللي احنا صف افتراض للتدريب، واختار كلمة جنرال. بعد كده لوكيشن ماليش علاقة بيها لان هي خاصة يعني بالكل، احنا موجودين داخل التيمز فبالتالي ملهاش اي لازمة ان انا اضيفه، ولكن هنا الصفحة الخاصة بالنوتس او الانستراكشنز او يعني نقول التعليمات الخاصة بالحصة الدراسية، انا هنا بقى اكتب لهم الحصة رقم 5 دي عن ايه، عايز وعندي كاملة اللي احنا تطرقنا ليها في التيم في الانونسمنت او في الاعلانات. بامكاني ايضا ان انا هنا ان انا اعمل تعليمات او اكتب محتوى الدرس الطلابي، او ان انا ازودهم بروابط من خلال insert link، او ان انا اعمل جدول، يعني معايا جميع التنسيقات اللي موجوده داخل الانونسمنت للطلابي. اضغط كلمه send، اروح على التيمز، هفتح صف افتراضي، هلاقي فعلا تم عمل الحصه الاجتماع لطلابي بهذا الشكل موجود داخل هذا التبويب. طيب حتى لو طالب من طلابي مش عارف يدخل او عنده مشكله او ان هو مثلا عايز اللينك على الواتساب، فانا هضغط على كلمه حصه وادخل هنا على كلمه join microsoft teams meeting، اضغط على الكلمه ديت، اضغط على كليك يمين ونسخ الرابط، وابعت له الرابط بقى في اي مكان، او ان انا احطه ايضا داخل هذا التبويب كده علشان يكون رابط بحيث ان هو
ادخل من هذا الرابط، وده الرابط اللي الاستاذ اياد بعته لي علشان ادخل مع حضراتكم الاجتماع. بالتالي انا كده اكون عملت الاجتماع، ولكن انا مش هقدر ادخل الاجتماع، لان لو دخلت الاجتماع هيلغي الاجتماع اللي انا فيه. ولكن الاجتماع اللي احنا فيه دلوقتي فيه اكثر من ميزه موجوده. لو ضغطنا على الثلاث نقاط، اول حاجه هلاقي الشو ديفايس سيتنج اللي هي الاعدادات الخاصه بي انا كصاحب اليوزر او صاحب التيمز اللي انا شغال عليه، وبيطلع لي المايك وبيطلع لي السبيكر والكاميرا اللي موجوده، وايضا بيقول لي الميتنج سيتنجز برايفت فيوينج ومعمول علامه الاون. عندي ايضا هنا الفول سكرين، لو ضغطت عليها هيطلع لي التيمز على هيئه فول سكرين، يعني على حسب بقى لو مريحه للعين لبعض الناس. ايضا عندي مؤخرا المميزات اللي ضافوها زي الباك جراوند افكتس اللي هي الخلفيات اللي موجوده، وانا هنا بختار وبغير زي ما انا عايز، وبامكاني ايضا ان انا اضيف نيو. يعني لو عندي خلفيه مش عاجبني الخلفيات دي وعايز اضيف خلفيه، من اد نيو فوق علامه البلس اختار واغير الخلفيه. ميزه تانية موجوده ولكن هي يعني هتكون بشكل افضل لو انا بتكلم لغه انجليزيه، وهي السي سي اللي هي تيرن اون وتيرن اوف. لو انا ضغطت عليها الكلام اللي انا بتكلمه هيطلع مكتوب، بحيث ان لو حد مثلا وانا بتكلم لغه انجليزيه مش فاهم قوي او مش مركز، فبالتالي الكلام بيطلع له مكتوب زي اللي ما يكون موجود في المؤتمرات. ولكن انا هنا الكلام طبعا طالع يعني مش مظبوط لان انا بتكلم باللغه العربيه. لكن لو قلت مثلا هالو ايفريوان، كلمه هالو ايفريوان تم كتابتها بحيث ان اللي بيسمعني يكون برضه بيقرا الكلام اللي موجود قدامي. وعندي هنا ايضا ميزه الريكوردنج اللي الاستاذ اياد مفعلها، ان هو بيسجل اللقاء وبيسجل استاذ اللقاء. محمد الشاشه صور فيديو، صورنا احنا مش الشاشه العرض. انا عارف لان انا فاتح الاجتماع مع حضراتكم. وعندي كلمة الريكوردينج اللي هو ان انا اعمل ريكوردينج لي النص للفيديو او الاجتماع اللي انا شغال فيه. وعندي طبعا اللي هي الميزة الاضافية اللي ضافوها جديدة اللي هي raise your hand، رفع اليد علشان الكلام. مش بس كده، انا عندي هنا كمان الادمن او اللي هو عامل انشاء للاجتماع هيلاقي عنده هنا خيار ان هو يقوم بالحصول على الحضور، قائمة بالحضور، وبتكون على ملف اكسل بيستطيع من خلالها ان هو يستفيد بيها ويعرف مين قائمة الحضور الناس اللي حضرت معاه الاجتماع. دي كانت المميزات. هاي ميزة مهمة جدا استاذ محمد. طبعا قائمة الحضور مهمة جدا. دي المميزات الجديدة اللي هم ضافوها للاجتماعات، واتكلمنا فيها من زمان. يعني ميزة رفع اليد ديت يعني ياما، يعني بقالنا سنين كتيرة طالب بيها، والحمد لله تم عمل تحسينات كبيرة على التيمز. بالنسبة لي كده أنا تقريبا خلصت الحاجات الأساسية. لو في أسئلة عند حضرتك يا أستاذ إياد أو الزملاء. الله يعطيك العافية أستاذ محمد. الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك يا رب. ما شاء الله، يعني لقاء رائع ومثمر. ما شاء الله موسوعة أستاذ محمد. ما شاء الله. الله يخليك يا استاذ زياد، تسلم يا رب. من بعد الله يعافيك يا رب يا استاذ. لو في اي اسئله يا استاذ زياد تفضل حضرتك. اذا في حدا يوجه سؤال استاذ رامز تفضل. عشان اعرض اللي عندك بالاول بعدين نفتح الباب للاسئله. طيب اوكي يلا. استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. عايز بس وعليكم السلام، عايزه اعرف ازاي ناخد الغياب على التيم. على التيم هسه اخر حاجه حضرتك قلتها يعني اعملها امامكم هسه من خلال شاشتي. دقيقه بس اعرض الاجتماع نفسه استاذ زياد. اوكي افتح كلمه اجتماع في عامه ديت. تمام
لا اضغط على الاجتماع نفسه اللي تحت. ايوه دقيقه بس في شغله استاذ محمد جلال، يصر فريق مايكروسوفت الفلسطيني من حق لقب السفير ما شاء الله. الشارة نتشرف فيك. شرف لينا طبعا يا استاذ زياد، الله يجزيك خير يعني. الله يسعدك. الف مبارك، الف مبارك. سيربرايز. شرفنا نفتخر فيه اكيد يعني، والله يعطيك العافيه على الجهود اللي بتعملوها، بصراحه شيء مشرف جدا يعني. الله يعافيك يا استاذ. بخصوص الميتينج هاي الاجتماع، الف مبارك استاذنا العالمي. الله يبارك فيك استاذ، تسلم يا رب. انا رجعت للاجتماع، في عنا هون على اظهار المشاركين العلامه اللي حكى عنها الاستاذ محمد جلال، هاي السهم اللي نازل الى الاسفل، تنزيل قائمه الحضور. طبعا بنزل عنا على شكل ملف إكسل. صحيح. طبعاً احنا طلبنا قبل دقائق تعبئة النموذج الخاص بالشهادات. المسؤول عن طباعة الشهادات ماذا يفعل؟ يطابق المسجل مع النموذج مع القائمة إكسل اللي احنا بنحصل عليها من البرنامج. حقيقي، وده اللي بيحصل لما مثلا ناس تقول لك انا مسجلها في ويبينار وما جالناش شهادة. طب ما انت ما حضرش اللقاء. هي الشركة ما بتبعتش شهادات غير اللي هي قائمة الحضور، يعني اللي بيحضر اللقاء بتبعت له فعلا الشهادة بتاعته. في حد بحب يسأل سؤال آخر؟ أنا بس خلينا أجاوب يا أستاذ زياد على الأستاذ اللي بتكلم على تفضل أستاذنا. الإعلان، إن أنا أعمل إعلان ده التيمز. أنا بدأت من بداية إن أنا بفتح صفحة اللي هي الرئيسية الجنرال اللي هي البوستس، وعندي تحت هنا الجزئية الخاصة بالكتابة اللي أنا زي اللي موجودة عندي في الفيسبوك، إن أنا بعمل نيو بوست جديد. فبضغط على أيقونة حرف الـ A اللي هي أول واحدة على إيد اليسار، وبدل ما خليها محادثة عادية اللي هي conversation، لا أنا أضغط عليها واختار كلمة announcement إعلان، وهبتدي بقى أكمل إعلاني بالشكل اللي احنا تناولناه في البداية. ألف شكر أستاذ محمد. الله يخليك، تحت أمرك. مبروك على شهادة السفير. الله يبارك في حضرتك. أستاذ زياد لو في سؤال تاني. الله يعطيك العافية أستاذنا العزيز. الزملاء في حد حابب يسأل سؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، تفضلي. يعطيك العافية. بدي أسأل سؤال بس، هل أنا تبعت معكم للآخر؟ بس في سؤال، لما أنا جربت أبعت للطالبات، هل إنه لازم يكون عندهم زوم، ولا بيقدروا يفتحوه من الرابط يفتحوه على المتصفح عادي، ولا لازم يكون عندهم مشتركين في التيم؟ لازم يكون نبتدي إن إحنا كلنا اللي موجودين النهاردة قدرنا ندخل على التيمز على الرابط من غير ما يكون عندنا حساب على التيمز. الحساب ده قد يختلف بقى من 365 لحساب عادي، ولكن أهم شيء إن هو يكون عنده حساب على التيمز. الحساب على التيمز في حسابات مجانية سهلة جدا، وفي حسابات مايكروسوفت وزعتها لغاية شهر 9 لحد الأزمة ما تنتهي، يعني الحسابات موجودة ما فيهاش أدنى مشكلة. يعني الطالبات بسهولة إذا بعت لهم الرابط بيقدروا يفوتوا لو عندهم حساب. لو عندهم. طيب أنا في عندي سؤال أجاني على الماسنجر، إذا عملنا مهمة في عملنا مهمه في توزيع الدروس، الطالب وين بلاقيها؟ طيب انا هنا مثلا الصف الدراسي التبويبات كلها بتكون موجوده في بوست رامز، تمام؟ بمجرد الطالب ما يضغط عليها
تمام، هتطلع له كل الدروس اللي خاصه بيه او كل التاسكس او كل المهام اللي موجوده، بلس ان هو هيبعت له نوتيفيكيشن، هيبعت له ايميل على حسابه هيقول له ان في مهمه معينه تم اسنادها ليك، وعلى الموبايل وعلى الابلكيشن اللي على الجوال، وموجوده في التبويب فوق، اذا هي موجوده امامه في كل الاماكن. رابط الدروس والتسجيل الزمني بالضبط المواد اللي قدامه حسب. وصلت. استاذ محمد تفضلي. استاذه استاذ اتفضل، ممكن اسال؟ تفضل تفضل. هل متاح ان انا مثلا الطلاب بتوعي يكونوا فاتحين مثلا الكاميرا وانا كلهم انا شايفه المجموعه كلها، لكن الطلاب نفسهم مش شايفين بعض؟ يعني انا بس اللي اكون شايفه كل طالب في مكانه، لكن الشاشه مش متقسمه زي كده ان كله شايف بعضه؟ لا، هو حاليا التيمز الموضوع الكاميرا هنا اي حد بيفتح الباقي كله بيشوف. تمام تمام يا محمد. طيب استاذ محمد تفضلي. استاذه يعطيك العافيه والف مبارك على الشاره لانك تستحق ما شاء الله. بدي اسال اذا عملنا احنا صفوف مثلا، عملت صف 9 صف 10 صف 11، هل بقدر اتابعهم مع بعض ولا فقط في كل مره صف؟ لا، المتابعه بتكون من خلال صف 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 يعني صف. ما بعتبر دي تيمز مختلفة، يعني أيوة. ده فريق منفصل عن الآخر، يعني صفوف مختلفة. ولكن لو تم يعني أنا ضايف جميع طلابي في نفس في تيم واحد، إذا أنا بقدر أتابعهم، ولكن يفضل يعني الفصل، يعني كل صف خاص بيه. أوكي ماشي، شكرا. أستاذة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم أستاذ. معلش عندي سؤال للأستاذ محمد بخصوص الاجتماعات. يعني عند مثلا، هل عندما أقوم مثلا أنا كمعلمة بنشر رابط على الفصل وعلى القناة، فأفاجئ أن بعض التلاميذ يدخلوا قبلي وهم يعني ولهم دائرة قيود على الاجتماع، ما يعني ما حدش يخش إلا يعني عندما أنا يعني أدلع، لكن نلقى في الطلبة يخشوا قبلي، ومش مرة ولا اثنين يعني يصير لي في مع تيمز. يعني كيف نديرها هذه، وكيف نقوم بإلغاء الاجتماع؟ يعني أنا مثلا اجتماع متاعي انتهى ومعاش نبي الطلاب يخشوا عليه، حتى لما ندير إنهاء الاجتماع نلقى الطلبة مازالوا يدخلوا. طيب بارك الله فيك يا أستاذ. أولا عشان نتجنب الموضوع والمشاكل دي كلها، شكرا أستاذ محمد. الله يبارك فيك يا رب. أفضل شيء أن أنا أعمل live event. live event بيجنبني مشاكل كتيرة جدا، منها الدخول قبل الاجتماع. live event اللي هو البث المباشر هيخلي طلابي وهيخليني أنا محدش فينا يدخل غير في الوقت المحدد فقط. ولكن ميزة حتى لو أنا عملت اجتماع، دي النقطة الثانية اللي حضرتك بتتكلم عليها، بعد الاجتماع ما بيخلص بمجرد في أيقونة هنا تانية موجودة عند المنشئ بتاع الاجتماع ده الأستاذ إياد، معناه end meeting، إنهاء الاجتماع مش محمد السماع. حتى لما نديرها end يعني meeting يدخل. لا حضرتك لو ضغطت على السماعة الحمراء ديت وخرجتي عادي. لا مش على السماعة الخضراء، لو عملت end meeting بينتهي. من النقاط الثلاثة ندير end meeting، إنهاء الاجتماع. أتفاجئ الاجتماع مازال قائم. يبقى حضرتك هتروحي على الصورة اللي فوق دي، تمام، وتعملي تضغطي على كلمة check for updates، تمام، وتعملي تحديث للتيمز اللي موجود عند حضرتك. نعم، يعني لأن هي مفعلة في الإصدارات الأخيرة، تم تفعيلها end meeting، بتم إنهاء الاجتماع عند الجميع. يعني تم حل هاي المشكلة يا أستاذ محمد. تم حلها. تم حلها. أستاذ محمد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا أستاذ محمد. في سؤال. تفضل. في سؤال.
ممكن طالب استاذ من الأستاذة وفاء مش في عندها صوت دوشة بتحكي. طب اللي احنا عملناه كمهمة في توزيع الدروس وين بلاقيها الطالب؟ مش عملنا له مهمة لتوزيع الدروس وين بدي أحكي له فوت وين رح يلاقيها هذا الطالب؟ ولسه كان نفس السؤال من الأستاذ رامز. المهام نلاقيها موجودة فوق تمام بهذا التبويب اللي أنا سميته، يعني على حسب التبويب اللي أنا سميته، أنا سميته رابط الدروس، سميته توزيع الدروس فوق، يعني هو الطالب بيتنقل فوق كده هيلاقي التوزيعة أو يلاقي التاب موجود، وقلت هيتبعت له إيميل بالمهمة اللي تم إسنادها ليه، وأيضا هيلاقي هذا التبويب موجود داخل البوستس، يعني هيلاقي موجوده قدام عينيه في كل مكان. هذه كلمة توزيع الدروس موجودة فوق، ومبعوت له بها إيميل، ومبعوت له بها على الجوال كمان تلميحات بالمهام اللي مسندة إليه. أيوة شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أول شيء الله يعطيك العافية أستاذ محمد. أنا رائد رباعي من الفريق، وأنا يعني سوري إني اليوم كتير كنت مشغولة وطلعت وما حضرتش اللقاء من البداية، فيعني أنا خسرت كتير. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم. أنا عندي سؤال بدي أسأل، شو الفرق بين المنبر أو له العضو والضيف في الفريق؟ وكمان سؤال تاني، إنه العضو يعني عنده نفس المهام نفس اللي أنشأ الفريق، يعني بقدر يعدل مثلا على الفريق أو بقدر يعمل أي شيء مثل مالك الفريق؟ وشكرا. طيب بالنسبة لإضافة ضيف، يعني أنا هنا ده صف افتراضي، مثلا لو جيت فوق كلمة على اليمين هنا علاقي one guest، في واحد ضيف، من الضيف الثاني هو إيميل الثاني اللي هو حسابي الشخصي، يعني حسابي الجيميل، لو ضغطت هنا كده هتلاقي كلمة الممبرز والجستس، وده إيميله mohjalal588، ده إيميلي على الجيميل. الجست ما بياخد نفس صلاحيات الأونر نهائي، تمام، يعني ما ينفع ان انا احطه أونر، ومجرد ضيف من خارج المؤسسة، يعني دي 365 وده على الجيميل، فهو مش نفس الدومين ولكنه شخص يعني مختلف عن المؤسسة، عن المؤسسة اللي انا اللي معمول بيها التيمز الاصلي، لذلك هو مجرد ضيف فقط لا غير. لكن السؤال الثاني اللي حضرتك طرحتيه، وهو الأعضاء ممكن يكون ليهم نفس الصلاحيات، ده شيء الأدمن هو اللي بيحددهم. يعني احنا مثلا هنا ادي تيم عندي في 4 أونرز مني انا والوزارة، تمام، وفي ادي أعضاء الطلاب، الأعضاء اللي هم طلابي، تمام. انا هنا من كلمة settings، تمام، الإعدادات، انا بأستطيع ان انا ادي كلمة member permissions اللي هي صلاحيات الأعضاء اللي هو العضو اللي عندي، أنا ممكن أديله صلاحيات أو أسحب منه صلاحيات، ولكن زي ما حضرتك شايفة أنا مش مديله صلاحيات غير 3 فقط، تمام، إن هو يمسح الرسائل بتاعته، آسف إن أنا أمسح رسائله، مديله أوبشنين 2، إن هو يعمل إيديت، يعمل رسالة، يكتب بوست ويعمل لها إيديت أو يمسحها، بس انا مديله بس خاصيه ان هو يكتب ويعدل كتابته او يمسحها فقط لا غير، لكن الباقي كله هنا انا مش مديله صلاحيات عليه. فلو انا علمت له هنا بالتالي انا هديله نفس صلاحيات الادمن او الاونر، ان انا اخليه ينشئ قناه او يمسح زميله او يمسح اي حد، لكن انا مش مديله الصلاحيات دي. احنا على سبيل المثال مس رائده، احنا المدربين بهذا الفريق كلكم ماخذين خاصية مالك. شفت. العضو ما له صلاحيات زي المالك. بالضبط. الضيف هذه هنا مثلا الجيست بيرميشنز تمام، يعني محدودة جدا ان انا اعطيه صلاحيات يعني. شكرا استاذ محمد جلال. الله يخليك. هلا كمان بدي استاذ محمد بدي احب انوه بالنسبة للشهادات راح نحن ننزلها على صفحة فريق مايكروسوفت الفلسطيني،
هو انا بعثت الاستاذ اياد على الماسنجر بس عشان انا مش على صفحه الفريق فهستاذنه انه يشوف الرساله ويرد عليا. احب مره اخرى اشكر استاذ محمد جلال جزيل الشكر على ما قدموا لنا من معلومات قيمة في هذا اللقاء الرائع. الله يخليك ألف شكر أستاذ محمد. وأنا كمان مش قادرة أكتب على الشات حكى أستاذ محمد أستاذ إياد مش قادرة أكتب على الشات ما عنديش كتابة. أنا نفس الكلام مش عندي على الشات عشان كده بعت الأستاذ محمد على الخاص في الفيس. إن شاء الله التسجيل نوفره ما يعني كل شيء راح يكون كامل ولا فكرة يعني مش دي فكرة عشان نبقى متابعين شغل حضرتك يعني ونبقى متابعين شغل الفريق نقدر نشارك معاه إن شاء الله بإذن الله. بعض الأستاذ إياد الكود جدا على تعبكم جميعا ألف شكر أستاذ محمد الشكر. الله يبارك في حضرتك رب متشكر جدا يعطيك العافية أستاذ محمد أستاذ إياد يعطيكم العافية جزيلا لكل الفريق الكريم وكل الضيوف والمشاركين معنا من كل الدول العربية. أستاذ إياد وأستاذ محمد الله يعافيك. أنا من غزة. أهلا وسهلا بحضرتك. إن شاء الله بعطي الأستاذ إياد الكود التدريبي الخاص بجلسة اليوم بحيث أنه يعطي حضراتكم النقاط على صفحة ويزود عدد النقاط. إن شاء الله تعالى. شكرا أستاذ محمد. يعطيك العافية أستاذ محمد. يعطيك العافية أستاذ إياد وشكرا لكم. الله يعافيك. مبارك إن شاء الله. بإذن الله. مبارك. مرة أخرى للأستاذ محمد جلال لقب السفير. الله يبارك فيك أستاذ زياد تسلم يا رب. ربنا يعلي مراتبك كمان وكمان. ربنا يعلي منصبك ومراتبك بزيادة إن شاء الله. الله يبارك في حضراتكم كلكم ذوق والله وأنا دايما بسعد بحضراتكم وأتشرف إن أنا أكون موجود معاكم في أي لقاء يعني وزي ما قلت في البداية أنا بفتخر جدا بأي مبادرة طيبة بتساعد هدفة ان هو فكرة التطوير المهني لان دي فكرة يعني في حد ذاتها مهمة جدا وضرورية في الوقت اللي بنمر به مش هنستنى حد يدربنا ولا نستنى مؤسسات ولا وزارات ولكن فكرة ان احنا ناخد الخطوة بنفسنا فكرة مهمة جدا ويعني قد تكون بسيطة ولكن لها الاثر كبير. ربنا يزيدك علم وقدر ان شاء الله. طيب أحب كمان أنوه لأهمية مجتمع مايكروسوفت وخاصة المساقات الخاصة بتيمز اللي هي عددها 5 مساقات أستاذ محمد جلال بالضبط بإمكانهم يعني بالاعتماد ذاتيا كمان يتقنوا بشكل كامل إذا اشتغلوا عليه لمدة أسبوع. فعلا هو البرنامج سهل وبسيط جدا ما فيهوش حاجة وأنا يعني على قناتي على اليوتيوب محمد جلال في قائمتين اثنين قائمة فيها شرح تفصيلي عن التيمز على اللابتوب وقائمة أخرى شرح تفصيلي عن لو أنا حبيت أستخدم البرنامج على الموبايل لو أنا حبيت أستخدمه على الموبايل وأعمل نفس كل شغلي من على اللابتوب على الموبايل فإن شاء الله هتلاقوا جميع الفيديوهات على قناتي على اليوتيوب. ومجرد انا اليوم بالصدفه حضرت لك كتير لقاء كان ممتع على اليوتيوب على قناتك صدفه فلحسن الحظ طلعت انت كمان اليوم اللي في اللقاء اليوم انا بجد محظوظه كتير اليوم. الله يبارك في حضرتك متشكر ربنا يسعدك يعني بالوطن العربي من القنوات الرائعه جدا فيما يخص مايكروسوفت هي قناه مستر محمد جلال. الله يبارك فيك. في سؤال محمد جلال تفضل استاذ. سؤال وردني من على الماسنجر ثواني بس اقرا السؤال. هل لازم بعد 5 سنوات الواحد يقدم للمعلم الخبير؟ لا هو الحد الادنى الحد الادنى هو 5 سنوات بعديها الواحد يقدر يقدم للمعلم الخبير. لا هو المعلم الخبير انا هتمت عليه من اول سنه اشتغلت فيها مفيش. الله يعطيك العافيه كل الاحترام كل الاحترام مفيش 5 سنوات هو التقديم مباشر على طول بمجرد ما تتوفر الشروط حضرتك تقدم الشروط. انا هيك اجى في بالي انه من لحظه صقل الموهبه والمهاره وعممت تجربتك وتمت الاستفاده
انطلق بالضبط. يعني الموهبة لا تحدد بزمن، ممكن واحد خلال شهر يسبق الكل. يعني هذا ينافي الإبداع، قصة إنه الشرط خمس سنوات. يا أنا خمس سنوات ما خط الخمسية زين. الله يعطيك العافية، مشكور أستاذ محمد على هذا اللقاء، مشكور جدا على المعلومات الغزيرة. معلومات قيمة. القيمة والغزيرة. شكر، أنا مضطرة أسيبكم، يعطيكم العافية، وكل الشكر لكل الموجودين وللأستاذ محمد وللأستاذ إياد، ربنا يكرمكم ويعطيكم ألف عافية الجميع. الله يعافيك. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. إذا ممكن رابط قناة الأستاذ محمد ورابط الكورسات اللي حكى عنهن في البداية في أول اللقاء. رابط القناة حضرتك بس في اليوتيوب اكتبي محمد جلال، تمام، وتظهر لحضرتك القناة بشكل مباشر إن شاء الله. وبرضو بعض الرابط للأستاذ إياد، لان هو رابط القناة، يعني حضرتك كتبي محمد جلال هتطلع على طول بنفس الاسم ان شاء الله. تمام. الدورات احنا رايحين نضعهن كالعادي في كل ورشة، نضع كورسات على قناتنا في التيمز. تمام، بشارها حضرتك يا استاذ زياد الكورسات. أوكي. خمس كورسات بحيث ان هم الشباب يستفيدوا بيها وان شاء الله يعني يجتازوها بسهولة جدا. طبعا هي اهم مرحله، الواحد يعتمد على ذاته. استاذ اياد، هلا ما بزبط نعمل متجر، ما بزبط نعمل بث مباشر من هون من تيمز على فيسبوك مثلا؟ بزبط، بس في شغله بنفقدها اللي هي التفاعل. يعني لو واحد بده يعمل بث عرض او انه الكل مستمع، نشتغل بث مباشر، لكن بالمقابل نخسر قصة التفاعل، يعني بصير ما في معانا مجال نسأل. هلا انتوا سجلتوا اللقاء، يعني راح اللقاء مسجل، الحين نحاول نرفعه على اليوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله. اللقاء بعد نص ساعة بيكون على القناة. استاذ رامز، بعد نص ساعة تقريبا هو بيكون على القناة. انا فاهم حسب جودة التصوير وجودة التحميل وسرعة الأبلود. صحيح. بس لما نرفع على القناة، على قناة اليوتيوب، هذا بياخذ مش بعمل سهلة بنعمل على أبلود على الفايبر وثواني بكون نازل، ثواني بنزله، ثواني على الفايبر بعمله ولا حاجة. فكان في أي سؤال خلينا أستاذي. استاذيات تفضلي. حبيت نسأل، هل يوجد يعني ديفرنس بين التيمز العادي البيرسونال والتيمز 365؟ ما الفرق ما بينه؟ يعني انا على التيمز العادي نجم نعمل درس تفاعلي مع تلامذتي ولا؟ والله أستاذة، بالنسبة للتيمز العادي هو بيدي لحضرتك مميزات، ولكن مش نفس المميزات اللي موجودة في الـ 365. يعني أنا لما جيت أشرح لحضراتكم من شوية، يعني خرجت ودخلت بإيميل الرسم بتاع الوزارة، لأن إيميل الوزارة فيه مميزات كتيرة جدا، الكالندر، الاجتماعات بالشكل اللي فيه، كل المميزات، إن أنا يعني الحاجات، اضافات كثيره في 365 مش موجوده في العادي. لذلك لو حضرتك موجود عندك 365 اشتغل عليه، يعني ما تضيعيش الفرصه. يعني استاذ محمد، احنا التيمز العادي مثلا ما في خاصيه التسجيل، ما بتقدر تسجل. انا بقول لحضرتك في مميزات كثيره جدا هي موجوده. صحيح. في 365، لان 365 مدفوعه فيها فلوس، الوزارات دفعه فيها فلوس مش ببلاش يعني. صحيح. يعطيكم العافية. الله يعافيك، يعطيكم العافية وبارك الله في جهودكم جميعا. فيكم بارك الله. إلى لقائنا إن شاء الله. مع
مع موضوع آخر. والأستاذ محمد يعني ركن أساسي في فريقنا وبشرف في أي وقت عنا إن شاء الله. زياد شيء يشرفني. الله يسعدك. الله يخليك. الله يعطيك العافية. جزيلا. والسلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة أستاذ محمد. السلام عليكم يا طيب. أبو محمد أنا بدي أنهي اللقاء وأنهي اللقاء والتسجيل وبدي أبعث لك أنا الإكسل. أبعث لي الإكسل يلا. ألقيت من عند الإند كول ولا الدار الحمراء أنهي ثلاث نقاط أنا بوقف. طلع أنا بوقف معنا صلاحيات كلنا نفس الإشي. هاي إيقاف أي